أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقائكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجي هذا الصباح الذي يأتيكم على الإخبارية الثالثة للتلفزيون الجزائري. سأخدمكم إلى غاية الساعة 11 بفقرات خدماتية وأخرى موضوعاتية رفقة ثلة من الضيوف المختصين كل في مجاله. في عدد اليوم تتابعون في الفقرة الصحية، سنتحدث على أمراض المناعة، ماهيتها، أنواعها وتداعياتها ومخاطرها على الصحة الجسمية والنفسية. تزامنا وانطلاق التسجيلات الجامعية، سنتحدث على جديد المنصات الرقمية لهذا الموسم، وأيضا الانطلاق في عملية تكوين الطلبة الجدد الحاملين لشهادة البكالوريا في اللغة الإنجليزية. دائما وفي سياق التعليم العالي والبحث العلمي، سنتحدث عن المدرسة العليا للسياحة وشروط الالتحاق بها. في الشأن الثقافي، ستكون لنا وقفة عند الطبعة السادسة للمهرجان الثقافي للزي التقليدي، كما سنعرج للحديث عن مهرجان جالما لفنون الطبخ والحلويات، بالإضافة إلى تغطية مباشرة لوصول ملفات المترشحين الراغبين في الترشح. صباحية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. نسبة رطوبة عالية على الواجهة الغربية مع ضباب على السواحل وكذلك المرتفعات، ليتلاشى فسح لأجواء مشمسة على السواحل، بينما على المرتفعات والهضاب مسحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء رعدية على الهضاب والمرتفعات حتى على منطقة الأوراس ومنطقة الصورة، مرتفعات الهوغار والتاسيلي، احتمال كذلك لبعض الأمطار المتفرقة على أقصى الجنوب. هناك تنبيه من المستوى الأول سير المفعول على كل من برج باج ومختار وحتى على إنجزام، كذلك موجة حار مستمرة على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي. أقول هناك نشرية خاصة صالحة طيلة نهار اليوم إن شاء الله. عن درجات الحارة الدنيا التي سجلت خلال ليلة اليوم إن شاء الله، كانت فصلية على المناطق الساحلية مقاييس ما بين 21 لغاية 22 درجة، 25 درجة على كل من معسكر غليزان وشلف، 27 درجة على التام نراسات، 37 درجة كعلى مقياس على الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الغربي. أما عن درجات الحرارة القصوى، دائما تنبيه من المستوى الثاني سير المفعول على كل من أدرار تيميمون كذلك تندوف حتى على برج باجي مختار، هنا درجات الحرارة تتعدى 48 درجة تحت الظل، تفوق الأربعين كذلك على كل من تام نراسات حتى على شمال الصحراء، لتقارب 44 درجة على بشار، 39 درجة على كل من إليزي وجانات. أما عن المناطق الشمالية سترتفع كذلك على السواحل حتى على مرتفعات، لتقارب 35 درجة على العاصمة، بومرداس، تيبازا، كذلك مستغانم حتى على وهران وعين تيموشنت، 43 درجة على معسكر غليزان وشلف، 37 درجة على كل من قسنطينة، قلمة، ميلا، خنشلة، سوق قهرس حتى على بتنا وتبسة، 41 درجة على كل من البويرة وتيزي وزو. أما البحر خلال نهار اليوم سيبقى هادئ جميل على السواحل الغربية، سباحة مسموحة، راية خضراء، بينما بحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب، تناوب بين راية برتقالية وحمراء، يجب أخذ الحيطة والحذر، سباحة خطيرة وممنوعة. أما عن درجة حرارة مياه البحر تقارب 27 درجة، أما الرياح تبقى ضعيفة شرقا وغربا لكن ستشتد على السواحل الوسطى تقارب 50 كيلومتر في الساعة. خلال يوم الغد وكذا أقول خلال يوم الجمعة وكذلك يوم السبت وحتى خلال يوم الأحد المقبل إن شاء الله، ننتظر بحول الله نفس الوضعية الجوية. ضباب سيسود تقريبا جل المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب، احتمال لبعض القطرات من الأمطار غير مستبعدة على المرتفعات والهضاب حتى على منطقة الأوراس وأقصى الجنوب، مع هبوب رياح قوية على شمال الصحراء، مناطق الجنوب الغربي ومناطق الجنوب الشرقي حتى على الصحراء الوسطى. ستعمل على تطاير لرمال، بينما درجات الحرارة تبقى مرتفعة على المناطق الشمالية خاصة الوسطى والغربية على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية، كذلك على الصحراء الوسطى ستعرف بعض التراجع مقارنة بالأيام الفارطة تقارب 46 درجة تحت الظل. غروب الشمس لنهار اليوم سيكون بحول الله في تمام 7:59 دقيقة. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم. قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس
معا نصنع المستقبل. شكرا للزميل كليم مرزوق على هذه التفاصيل الجوية. تحية صباحية مجددة مشاهدينا الكرام لكل من التحق بنا اللحظة وهذا البث الحي لبرنامج هذا الصباح. إذا نستهل أولى فقرتنا لهذا العدد بالفقرة الصحية، سنتحدث على أمراض المناعة الذاتية، سنقف عند ماهيتها، أنواعها، ومدى خطورتها وتداعياتها على الصحة الجسمية وحتى النفسية. للحديث والتفصيل أكثر حول كل هذه النقاط وهذه الأمراض، نسعد باستضافة البروفيسور كريمة عباسي، رئيسة وحدة النساء مختصة في الطب الداخلي بمستشفى لمين الباغين. مرحبا بك وصباح الخير. صباح الخير رتيبة، صباح الخير لكل المشاهدين الكرام، أسعد بتواجدي معكم في هذا الصباح المشرق. مرحبا. إذا دكتورة، نتحدث على أمراض المناعة الذاتية، يعني قبل الخوض في النقاط التي تحدثت عنها قبل قليل، يجب يعني تعريفها وإيضاحها للمشاهد الكريم، ما الذي نعنيه بهذه الأمراض، أمراض المناعة الذاتية؟ أمراض المناعة الذاتية كما اسمها يقول لنا هي أمراض المناعة، هو هناك اختلال في عمل الجهاز المناعي، وكلمة ذاتية جاية من ذات، معناها الجسم في حد ذاته. الاختلال في عمل الجهاز المناعي يؤدي إلى مهاجمة أعضاء الجسم من طرف الخلايا المناعية، وهذا يؤدي إلى العديد من الأعراض المختلفة. ونعرف اليوم أن هناك أكثر من 80 نوع من الأمراض المناعة الذاتية، يعني هناك يعني تنوع كبير جدا، منها اللي تقيس عضو واحد، منها اللي تقيس أعضاء كثيرة، وهذه الأمراض تقيس النساء يعني بشكل أكبر من الرجال، وهذا ما يعنيش أنه الرجال ما يصابوش به، يعني يصيب أيضا الرجال، وعددها كبير جدا. احنا نتصوروا انه امراض المناعه الذاتيه امراض يعني نادره ولا شاذه، قليل يعني الانسان باش يعرف شي هي هذه الامراض المناعه الذاتيه، لكن في الحقيقه هذه الامراض رانا نشاهدوا فيها كل يوم. نعطي على سبيل المثال امراض الغده الدرقيه، السكري الكثير منا ما يتصورش انه نوع من انواع الامراض المناعه الذاتيه، لكن السكري هو واحد منهم. وهذه الامراض تقيس عدد كبير من يعني من المجتمع ولا من السكان. اغلبيه الدراسات تقول انه قرابه 10% من السكان عندهم امراض المناعه الذاتيه. طيب، يعني لما نتحدث على هذه الامراض، تحدثت عن نقطه مهمه، هي الفئه الاكثر، يعني الفئه المستهدفه بالاكثر بهذه الامراض، تحدثت عن عامل الجنس، انه النساء اكثر اصابه من الرجال، ماذا عن العامل الوراثي وحتى عامل السن؟ صحيح، العامل الوراثي يلعب دور كبير جدا. نقدر نقول حنايا ماهيش امراض وراثيه مباشره، ما نقولوش بار اكزومبل باللي الاب مريض والام مريضه تنقل المرض مباشره للابن، يعني نطمئن المشاهد الكريم يعني بخصوص هذا، ماهيش امراض وراثيه مباشره، لكن هناك عوامل نسموها بلغه الطب عوامل الحساسيه ولا التقبل للاصابه بهذيك الامراض، امراض المناعه الذاتيه. إذا كان هناك عدد من أفراد الأسرة اللي عندهم أمراض المناعة الذاتية، هناك احتمال يعني بدرجات متفاوتة أنه الأبناء يكون عندهم أمراض المناعة الذاتية. إذا هناك عامل وراثي، لكن ليس انتقال يعني مباشر من الآباء للأبناء. بالنسبة للعامل الجنس، وعامل يعني مهم، يعني هناك الهرمونات كما هرمون الأستروجين يلعب الدور في إصابة المرأة أكثر من إصابة الرجل. بالنسبة للسن، السن يعني هناك يعني السن الشباب، يعني الشباب أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية، وهذا يقدر يكون عنده يعني عواقب ونتائج على حياة يعني الشباب. نعم، هذا يعني فيما يخص التداعيات والمخاطر، يعني هذه الأمراض، أمراض المناعة الذاتية على الصحة، ما هي ربما أكثر الأنواع انتشارا خاصة في الجزائر؟ بالنسبة للأنواع الأكثر انتشارا هي أمراض الغدة الدرقية، لا تيغويديت، يعني التهاب الغدة الدرقية نتيجة وجود الأجسام المضادة. هذه الأجسام المضادة
لتفرزها الخلايا المناعية. الخلايا المناعية يعني اللي عملها يكون مختل ما يكونش طبيعي، تقوم بإفراز أجسام مضادة، وهذيك الأجسام المضادة تهاجم الغدة الدرقية كما نقولوا بالعامة الكواطغ، يعني كما يعرفوا المرضى تاعنا. هذيك الكواطغ يتهاجم بهذيك الأجسام المضادة، وهذا يؤدي إلى قصور العمل تاع الغدة الدرقية، تفشل وما بقاتش يعني تفرز الهرمونات تاعها بشكل طبيعي. وهذا يخلي الإنسان يتناول هذيك الهرمونات اللي ما بقاتش الغدة تفرزها بشكل يومي يعني مدى الحياة. طيب، يعني هنا تحدثت على نقطة مهمة هي المخاطر. ربما قبل يعني الخوض في هذه المخاطر، هل هناك أعراض يعني يمكن أن تكون مثل تنبيهات لهذه الأمراض؟ صحيح، يعني هذا السؤال يعني مهم جدا. يعني من قلنا أكثر من 80 نوع من أمراض المناعة الذاتية، إذا الأعراض تختلف على حساب نوع المرض اللي يصاب به الإنسان. لما أمراض المناعة الذاتية تصيب يعني عضو واحد فقط كما الغدة الدرقية أو الكبد أو في بعض الأحيان الجهاز الهضمي، تكون هناك أعراض مباشرة مع إصابة هذاك العضو. بالنسبة للغدة الدرقية يكون هناك فشل، الإنسان يحس روحه بفشل، تعب، مش فاهم علاش هذاك التعب، يكون الإنتاج تاعه ولا العمل تاعه في جميع المجالات ينقص يعني بصفة تدريجية، زيادة الوزن، الإنسان ما يعرفش وعلاه راه يزيد في الوزن، الأنيميا. هذه الأعراض كاع تخلينا نفكروا بأنه هناك يعني قصور في الغدة الدرقية. بالنسبة للكبد، الكبد هو عضو نقولوا احنا نبي، يعني إذا كان هناك فشل في الكبد يعني ما كانش حلول يعني دوائية مباشرة إلا الإنسان يلحق لزراعة الكبد. الكبد الأعراض تاعها تكون مخفية، هناك فشل يعني غير مفهوم، وهذا لما الإنسان يشوف أنه التعب يعني يريح وما يعاودش يعني يرجع للنشاط تاعو العادي، بالرغم يعني من راه ياخذ قسط من الراحه، يشوف روحه ما عاودش ريكيبيرا، بقى تعبان. في هذه الحاله يروح يشوف الطبيب العام، والطبيب العام حيدي له هذيك الاجراءات الاوليه والتحاليل الاوليه. إذا صاب أنه هناك خلل في عمل الكبد، لازم يبعثوا للطبيب الاختصاصي ليكشف على أمراض المناعة الذاتية اللي تخص الكبد والتي تؤدي إلى لاسيغوز ولا تليف الكبد. يعني إحنا يا أغلب المواطنين يقول لك الكبد يصيبوه الفيروسات، يصيبه تشحم الكبد اللي راه يعني اكثر انتشارا اليوم. لكن من بين الامراض اللي ايضا اللي تصيب الكبد بصفه مباشره هي امراض المناعه الذاتيه، وكثير من المرضى يجيونا يعني مباشره في حاله تليف الكبد ولاسيغوز، يعني يجيو في حالات متقدمه لانه ما يفكروش باللي انه المشكل هذاك يمكن يكون عنده علاقه بالكبد. والكبد مرض صامت، يعني باش الإنسان يكون عنده أعراض لازم يلحق لدرجات متقدمة من المرض. نعم. وهناك أمراض المناعة الذاتية اللي تقيس الجسم ككل، كما نذكر على سبيل المثال ليبوس، يعني أمراض الذئبة. كاين هناك أمراض التصلب الجلدي، لاسكليرودرمي، روماتيزم تاع النشف، هذاك لو سيندروم سيك، لو سيندروم جوغرين، يقيس العديد من الأعضاء يعني في نفس الوقت، وهذا يخلي الأعراض مختلفة جدا. كما وجود طفح جلدي، أعراض جلدية، آلام على مستوى المفاصل، الروماتيزم. هناك روماتيزم كما يقولوا المرضى، روماتيزم في الدم، هو من بين أمراض المناعة الذاتية. نعم. يعني وجود هذه الأجسام المضادة في الدم، وكاين أجسام مضادة لتهاجم الأعضاء، وكاين أجسام مضادة لما تهاجمش الأعضاء، لكن الخلايا المناعية اللي تتسبب في الإتلافات على مستوى الأنسجة. نعم. إذن على حسب المرض المناعة الذاتية يكون عندنا اختلاف في الأعراض. طيب، يعني هنا يعني من خلال حديثك يمكن أن نقول أنه بعض الأمراض تكون لها علاقة وطيدة بأمراض المناعة الذاتية، مثل داء السكري، ربما حتى مثل الضغط الدموي أو مرض القلب.
أحسنتي على هذا السؤال، يعني سؤال مهم جدا، لأنه هذيك الأمراض المناعة الذاتية كما تجي للإنسان تكون تخلي الإنسان أكثر عرضة للإصابة بأمراض الضغط الدموي، أمراض القلب، أمراض الشرايين، في بعض الأحيان الإصابة بمرض السكري نتيجة تناول الأدوية. إذا هناك الكثير من الأمراض المصاحبة لأمراض المناعة الذاتية اللي تخص هذاك المرض في حد ذاته. بعض الأمراض المناعة الذاتية تحضر ولا يمكن بصفة قليلة أنها تصاب بالسرطان، كما السندروم سيك، يعني بإمكان الإنسان يعني يتعرض للسرطان. وفي هذا النوع من الأمراض المناعة الذاتية تخلينا نكشفوا بصفة مبكرة على السرطانات عند هذه الفئة، إضافة إلى تناول الكورتيكويد يعني بصفة مطولة، وهذا يعرض الإنسان للإصابة بالسكري، الضغط الدموي، هشاشة العظام. هناك أيضا مشكل الحمل، يعني شفنا باللي أكثر يعني الناس عرضة هم النساء، يعني خلال فترة الحمل هناك بعض الأمراض اللي تتفاقم ويخلي التكفل بهذيك المرأة الحامل يعني يكون من طرف طبيب الطب الداخلي، طبيب النساء، طبيب الأطفال، يعني يكون تناسق في العمل تاع الأطباء للتكفل يعني بهذا النوع من الحالات. طيب، يعني هنا نتحدث على أهمية التشخيص وكيف يعني يتم تشخيص أمراض المناعة الذاتية. كما قلنا يعني هناك تنوع كبير، إذا يعني التكفل والتشخيص يختلف يعني من نوع إلى آخر. الاعتماد الأول يتم على الفحص. أولا الحاجة الأولى اللي يقوم بها الطبيب هو فحص هذاك المريض بشكل يعني دقيق، وهذاك الفحص الدقيق حيخليه يفكر ما هو نوع المرض اللي راح يكشف عليه. لما يكون هذاك تكون هذيك الفرضية عن طريق الفحص الطبي، تمك يقوم يعني بالتحاليل اللازمة والأشعة اللازمة. إذا التحاليل الأولية هي تحاليل عامة، يعني تحليل الدم للكشف على الأنيميا، لأنه الكثير من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى الإصابة بالأنيميا. نكشف على الكلى، الكلى كما الكبد هو مرض صامت، يعني نقول إحنا ما يجيش الإنسان يقول لك راني عندي فشل كلوي في الحالات في المراحل الأولى، المريض ما يحس بوالو. إذا كان بدأ يحس خلاص يعني راه الكلى أصيبت يعني بإتلاف. إذا الطبيب لما يفكر أنه هناك مرض مناعة ذاتية يكشف أولا على الكلى، يعني نقوم بتحليل الدم على الكلى، نحوسوا على الفشل الكلوي، نقوم بتحليل البول. هناك تحليل يعني سهل جدا، هي لابوندلات يورينير، يعني هذيك البوندلات نحطوها في البول ونشوفوا هل هناك يعني بروتينات زايدة، هل هناك دم. في هذه الحالة نقول هناك يعني التهاب كلوي حاد نتيجة مرض المناعة الذاتية، وحنا نسموها بلغه الطب اون اورجونس، يعني حاله استعجاليه. لماذا؟ لانه اذا سكتنا وما كشفناش يعني على هذاك الفشل الكلوي الحاد، يمكن تكون عندها يعني تداعيات اخرى. صحيح صحيح، والتداعيات الخطيره هو الاصابه بالفشل الكلوي المزمن. المزمن يعني الانسان يقدر يروح لموديالز، مني كان عباره عن التهاب كلوي اللي راه يداوى بالادويه، والانسان يرجع حاله الكلى يعني تعمل بصفه طبيعيه جدا، يقدر يلحق للموديالز وزرع الكلى فيما بعد. اذا نكشفوا يعني بصفه دقيقه على العمل الكلى، عمل الكبد، نشوفوا كاين انيميا ولا ما كانش انيميا، ونشوفوا الالتهابات في الدم وين راهي لاحقه. هذه الكشف العام. بعد ذلك كاين تحاليل خاصه. التحاليل الخاصه هي تحاليل المناعه اللي راهي متوفره يعني في مستشفى باب الواد، ومتوفر ايضا في انستيتيو باستور. هناك الكشف الدقيق على الأجسام المضادة وأنواع الأجسام المضادة، وهذه اللي تساعدنا كثير في تحديد النوع المرض المناعة الذاتية بشكل دقيق. وبعد ذلك نشوف ما هي الأعضاء اللي تقاست في هذه الحالة. عرفنا نوع المرض،
للمرحلة الثانية لازم نكشفوا على الجسم بصفة كاملة، نشوفوا القلب، نشوفوا الرئة، الكلى، نشوفوا الجهاز الهضمي. يعني في حال إذا تأثر عضو من الأعضاء بهذه الأمراض. صحيح صحيح، لأنه في بعض الأحيان يكون تكون أعراض، مثلا أعراض عصبية، أوجاع على مستوى الرأس، في بعض الأحيان يعني اضطرابات نفسية، وهذه نقطة مهمة جدا، لأنه في بعض الأحيان تكون هذيك الإحباط ولا الاكتئاب ولا التوتر يعني الزائد عن الحاجة، والإنسان يقول لك هذا مشكل نفسي، لكن هو مشكل عضوي ماهوش مشكل نفسي. هناك إصابة على مستوى الجهاز العصبي واللي خلت الإنسان يتصرف بهذيك الطريقة. وإحنا في يعني في المستشفى كانوا هناك حالات كثيرة يعني لليوبوس، هذيك الذئبة تمت أعراض نفسية كبيرة جدا. الحالات تقدر توصل انه الانسان يقول هذيك امراض عقليه ماهيش حتى امراض نفسيه، هي فقط يعني تاثيرا بالامراض المناعيه الذاتيه. صحيح، هي اصابه عضويه على مستوى الجهاز العصبي اللي تخلي التشخيص الطبي يتكلم على امراض عقليه وامراض نفسيه. وكثير من المرضى اللي توجهوهم لمصلحه الامراض العقليه، لكن لما الاطباء يشوفوا باللي هناك اعراض اخرى مثلا طفح جلدي، اوجع على مستوى المفاصل، انيميا، اختلال على مستوى الكلى، اختلال على مستوى الكبد، يعاودوا يوجهوا المريض الى مصلحه الطب الداخلي، وهناك يعني يكشف بدقه على نوع المرض المناعه الذاتيه. والحمد لله يعني كثير من المرضى اللي رجعوا لحالتهم الطبيعيه وبراو يعني من هذيك الحالات النفسيه بعد التكفل يعني بالتنسيق بين الطبيب الداخلي وطبيب الامراض النفسيه. طيب دكتوره، يعني اليوم لما نتحدث عن كل هذه الطرق العلاجيه وكيفيه التشخيص، نتحدث على جهود الجزائر اليوم من اجل التكفل بامراض المناعه الذاتيه. صحيح، يعني الحمد لله يعني في بلادنا يعني الخبرات راهي تزيد، هناك الكثير يعني من التخرج يعني الاطباء اليوم الامراض المناعه الذاتيه رانا ندرسوا فيها في السنه السادسه طب يعني، وهذا ان شاء الله يكون عنده مفعول كبير جدا، لانه قبل يعني السنوات الماضيه ما كانتش تدرس، اليوم الحمد لله هناك يعني تطور كبير جدا، اصبحت الامراض المناعه الذاتيه تدرس في السنه السادسه طب يعني، الخبرات راح يتزيد بالنسبة للطبيب العام وبالنسبة للأطباء يعني الاختصاصيين في الطب الداخلي، يعني هم مكونين يعني بصفة يعني كبيرة في الأمراض المناعة الذاتية. وأيضا الأبحاث اليوم راهي الأبحاث يعني راهي تزيد، هناك يعني ديتاز في مختلف الولايات في مختلف المستشفيات المختصة، وهذيك اللي تاز هذوك الاطروحات الدكتوراه والابحاث تخلينا عندنا اكثر معرفه بهذه الامراض ونحسن التكفل بها يعني بشكل كبير جدا. ونتمناو ايضا بالنسبه للقوانين يكونوا هناك مصالح، نقولوا حنايا ذوات اللي عندهم خبره، يعني كما نقولوا حنا بلغه الطب دي سونتر دو كومبيتونس، دي سونتر دو ريفيرونس، هذوك لي سونتر يعني هذوك المراكز الطبيه يكونوا يتكفلوا بثلاثة أربعة أنواع من أنواع أمراض المناعة الذاتية باش الخبرة تزيد والمريض يعني يتكفل به بشكل يعني أحسن وأحسن. طيب، يعني بحكم أنك مختصة في الطب الداخلي، ربما ما هي أغرب الحالات التي صادفتك يعني خلال هذا المسار الطبي فيما يخص أمراض المناعة الذاتية؟ هناك يعني حالات كثيرة جدا، وهناك يعني الحمد لله تجارب يعني إيجابية كثير. إذا كنا نتكلموا فقط على ما كانش شهر، يعني هناك يعني مريض جانا من مصلحة الطب الأمراض الهضمية اللي عنده أوجاع في البطن اللي راهي كانت مدة سنوات وهو يعاني منها منذ تقريبا 9 إلى 10 سنوات، وهو عنده أمراض في أوجاع على مستوى البطن. لما كشفوا في مصلحة أمراض الجهاز الهضمي لقاو كل شيء يعني مليح، يعني داروا له هذاك الفحص بالمنظار ما كان والو، التحاليل يعني جيده، بعثوها عندنا باش نشوفوا يعني ما هو الاشكال.
لقينا عنده مرض وراثي اللي هو يعتبر من مالادي اوتو انفلاماتوار. كاين امراض المناعه الذاتيه وكاين الامراض الالتهابيه الذاتيه. هو نوع يعني مختلف نوعا ما، لكن التشخيص يعني جاء بعد تقريبا 10 سنوات. يعني لما قمنا بالتحاليل اللازمه لقينا باللي هذاك المرض الوراثي اللي يقيس يعني جان معين، والحمد لله يعني تشخصنا هذاك المرض. يعني كانت فرحه بالنسبه للمريض، والفرحه اكبر كانت عند هذيك المريضه المختصه في امراض الجهاز الهضمي اللي فرحت كثير انه قمنا بالتشخيص يعني بعد هذا الزمن يعني الطويل. هناك ايضا اللي فرحنا كثير امراض المرضى اللي عندهم ليبوس، يجيونا يعني في حاله اضطرابيه يعني كبيره جدا. في بعض الاحيان تقولي هذا الانسان عنده سرطان، يعني فقدان الوزن يعني بصفه كبيره نعم. كبيره جدا. يجيونا ما يمشيوش باسكو تقاسوا الاعصاب تاع الاعصاب تاع الرجلين، وساعات حتى الاعصاب تاع اليدين. يعني يجيك الانسان يعني نقولوا حنايا كيما في شريطه ما يمشيش، وهذيك بعد شهر من العلاج والتشخيص يعني يخرج على رجليه، يعني يخرج يمشي، وهذا يعني يفرحنا كثير. الحالة الثالثة جانا مريض من غردقة تانيك في حالة اضطراب نفسي كبير، يعني يحاول انتحار، يعني ولينا كاع يعني الطاقم الطبي كل ليل كل نهار يعني نحرصوا فيه، وحب يعني كاع ينتحر. لكن بعد التكفل والعلاج يعني خرج يعني بحالة نفسية جيدة والحمد لله. طيب يعني من خلال هذا الحديث ومن خلال يعني البروتوكولات العلاجية، هل يمكن يعني أن تكون هناك حالات ربما دائمة لهذه الأمراض، أمراض المناعة الذاتية؟ احنا نقول احنا نحوسوا الإنسان يكون في راحة، يعني المريض يكون في راحة جسمية وفي راحة نفسية، ويرجع لحياته الطبيعية، حياته يعني الاجتماعية بالنسبة للدراسة، بالنسبة للعمل، بالنسبة يعني الحياة العائلية، يرجع يزاول يعني حياته بصفة طبيعية جدا. بالنسبة للأدوية احنا يعني نطمئنوا يعني المريض ونقولوا له هذا هو الهدف تاعنا، الهدف تاعنا انك تكون مليح. والأدوية احنا نحاولوا نقصوا منها مع مرور الوقت صفة كبيرة جدا، ونخليه يعني نقولوا احنا الجرعة قليلة لتخلي الإنسان يبقى بصحة جيدة. يعني من خلال كلامك لا يمكن الاستشفاء من هذه الأمراض نهائيا؟ نقولوا احنا ممكن الاستشفاء اليوم. هناك تطور كبير في الطب، وهناك اليوم كاين مفهوم جديد هو العلاج المبكر. هناك مفهوم العلاج المبكر بأدوية يعني قوية باش تكسر هذاك الالتهاب الأولي، وتخلي الإنسان في مدة عام أو عامين بإمكانه يحبس الأدوية. لكن دائما نقولوا استشارة الطبيب، ونمشيو على الوصفة الطبية، ما نمسوش يعني الأدوية بدون استشارة الطبيب. إذا حبينا يعني نعطيه اقتراحات، احنا مدى بينا يكون توفر أكثر في الأدوية البيولوجية. هذه الأدوية البيولوجية أدوية غالية، غالية الثمن يعني باهظة جدا، لكن الفائدة أنه الاستعمال المبكر اليوم، الاستعمال المبكر لهذه الأدوية تخلي الاستشفاء يكون أسرع، وهذا حيخلينا نربحوا في الوقت في الثمن. إذا كنا في العام الأول يعني نستعملوا هذه الأدوية، احتمال أنه يكون الشفاء يعني أبكر بالنسبة لهذه المرضى. والحاجة الثانية اللي ماذا بينا يعني تكون متوفرة أكثر هو التحاليل الجينية. التحاليل الجينية إذا كنا نذكر مثال يعني في مستشفى باب الواد عندنا يعني الأجهزة اللازمة، وماذا بينا تكون هناك توفر أكثر للتحاليل الجينية. طيب يعني من خلال كلامك وما تحدثت عنه يجب التعايش والتكيف مع هذه الأمراض التي تعنى بأمراض المناعة الذاتية. مثلا في حالة يعني امرأة حامل، كيف يجب أن تتعامل مع هذه الأمراض، خاصة إذا تعلق الأمر بالوضع النفسي لها؟ صحيح، يعني سطرتي بالأحمر على النقطة المهمة في هذه الحالة، لأنه العامل النفسي يلعب دور كبير جدا. ولهذا يعني في بعض الأحيان نتحدثوا مع الزوج ونتحدثوا مع العائلة باش تكون هناك يعني يكون الجو يعني إيجابي في المنزل، ما يكونش التوتر، ما يكونش القلق،
يكون هذاك الاطمئنان. يعني احنا لما تكون يعني نساء شابات وفي مقتبل العمر احنا نشجعوهم يعني انهم يحملوا، خاصه في السن المبكر، ما يخليوش يعني ارواحهم يتجاوزوا 35 40 سنه، يعني يكون الامر صعيب على الطبيب وعلى المراه الحامل في نفس الوقت. اذا احنا نشجعوهم في هذوك السنوات الاولى انهم يحملوا، ونطمئنوهم انه هناك التكفل من طرف الطبيب الداخلي، من طرف طبيب النساء، لازم يكون هناك تنسيق بين الاثنين لكي تجري الامور يعني في ظروف حسنه. والمرأة الحامل نعاملوها ايضا معامله يعني نقولوا احنا نوعا ما خاصه، انها تقدر تجي في اي وقت، يعني تكون لما تشعر بتوعك تجي يعني بلا رونديفو. هناك الاجراءات يعني الفحص لازم تكون يعني مقربه اكثر، يعني ماهوش كما يعني المرأة الغير حامل. نعم. تقريبا كل شهر يعني نشوفوها، وفي الأشهر الأخيرة لازم يكون تكون مراسلة بين الطبيب الداخلي وطبيب النساء للقرار على كيفية الولادة. طيب ماذا عن اتباع نمط حياتي، يعني يعنى بنظام غذائي صحي، يعنى بممارسة الرياضة والنشاطات البدنية؟ صحيح، يعني هذا امر يعني مهم جدا. ما كاش يعني هذا الأسبوع دخلت يعني مريضة المستشفى، لانه هناك كان هناك تفاقم يعني في حالتها الصحيه. نتيجه ماذا؟ قالت لي انا حبست السبور، حبست الرياضه، حسيت روحي حالتي الصحيه تدهورت وعاودت يعني رجعت كما في الاول. الرياضه يعني عام يعني نشاط يعني مهم جدا، تخلي الانسان يشعر بهذيك الراحه النفسيه، ويؤدي وقت يعني بصفة يعني مستثمرة وبصفة إيجابية على الجسم وعلى الحالة النفسية يعني في نفس الوقت. بالنسبة للغذاء نبقى ونركز على نقطة مهمة، هو الغذاء الصحي. الإنسان يبتعد على الزيوت يعني المحروقة هذيك، يبتعد على التدخين، أيضا الكحول. الكحول يعتبر من بين العوامل اللي تقيس الجهاز الهضمي وتقيس الكبد ايضا في نفس الوقت، وتقيس ايضا الاعصاب. بالنسبه للتلوث، الانسان ايضا يبتعد على كل ما هو ملوث، التدخين والدخان، وايضا بعض المواد اللي الانسان يتعامل بها في العمل ولا في المنزل، وهي عوامل ولا مواد ضاره. طيب ربما حتى يعني بالنسبة لكل هذه، استسمحك فقط دكتورة. إذا مشاهدينا الكرام كما تتابعون في هذه الصور، صور وصول بلفات الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر إلى المحكمة الدستورية، هذه الصور التي تتابعونها على المباشر على الإخبارية 3. إذا مشاهدينا الكرام نربط الاتصال بالزميلة سونيا جاسي لتضعنا في صورة وصول ملفات الراغبين للترشح لرئاسيات 7 ديسمبر. أنا الآن مباشرة من مقر المحكمة الدستورية في هذه الأثناء الآن وعلى المباشر وصول المركبات التي تحمل ملفات الراغبين في الترشح، تشاهدون على المباشر. إذن تصل الآن تباعا إلى مقر المحكمة الدستورية، نتابع هذه الصور، تابعوا معنا. إذن هي المرحلة الثانية التي تأتي بعد دراسة ملفات الراغبين في ترشح من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إذن الآن أو المرحلة المقبلة هي المرحلة التي ستتكفل بها المحكمة الدستورية والمتمثلة في دراسة ملفات الراغبين في الترشح، بطبيعة الحال بعد الإعلان عن القائمة الأولية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. سيتم استقبال الطعون من قبل المحكمة الدستورية التي ستتولى هي رسميا دراسة هذه الملفات والإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي ستكون بعد أسبوع من تقديم الطعون ودراسة كل الطعون. إذن
تتابعون معي مشاهدينا على المباشر وصول هذه المركبات التي كما قلت تحمل ملفات الراغبين في الترشح، جاءت من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. نعم، إذن كما قلت بالنسبة للراغبين الذين لم تقبل ملفاتهم لهم الحق في تقديم طعن في أجل أقصى 48 ساعة أمام المحكمة الدستورية التي ستتولى دراسة هذه الطعون ومن ثم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين. طبعا هذه العملية التي يترقبها المتتبعون للشأن السياسي وكذلك مختلف وسائل الإعلام الوطنية وحتى الأجنبية. إذا نتابع دائما على المباشر. نعم، إذا نعم، إذن الآن يستقبل أعوان من المحكمة الدستورية هذه الملفات، والآن تتم الإجراءات الضرورية من أجل مباشرة هذه العملية المهمة والحساسة جدا أيضا، لأنها صراحة عملية مصيرية بالنسبة للراغبين في الترشح والراغبين في خوض سباق وغمار الانتخابات الرئاسية. نعم، إذن تتابعون على المباشر هذه العملية بكل تفاصيلها. نعم، نتابع الصور. إذن نعم، إذن فيما يتعلق بدراسة هذه الملفات كانت قد تكفلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدراسة كل الملفات المودعة لديها من قبل الراغبين في الترشح. هذه السلطة التي أو هذه العملية التي أفضت إلى قائمة تضم 16 اسما أو ملفا أو راغبا في الترشح. إذن في منذ إيداع الملفات تكفلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدراسة وفرز ومراجعة كل الملفات حتى يتم تحديد القائمة الأولية التي ستضم الأسماء التي ربما تواصل المحكمة الدستورية في دراستها. نعم، كنا نحن على نعم، إذن كنتم قد تابعتم منذ الصبيحة بداية العملية من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كنتم تابعتم كل التفاصيل المتعلقة بالعملية وتابعتم أيضا تصريح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد شرفي الذي أكد أو أعلن عن ندوة صحفية سيتم تنظيمها من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ربما عشية اليوم، من خلالها سيعلن للرأي العام وللصحفيين عن القائمة الأولية. أذكر دائما هي قائمة أولية للراغبين في الترشح. تتابعون الصور على المباشر. نعم، إذن تغطيتنا مشاهدينا مستمرة لهذه العملية المهمة جدا، نحاول أن ننقل لكم كل التفاصيل وكل ما يتعلق بهذه العملية المهمة التي يترقبها الجميع كما قلت حتى وسائل الإعلام باختلافها الوطنية والدولية. إذا نواصل في هذه التغطية، نتابع دائما الصور حتى تكون شفافية وحياد. العملية تتابعونها على المباشر.
نعم إذا مشاهدينا العملية متواصلة، تغطيتنا تغطية التلفزيون الجزائري متواصلة لهذه العملية، سنحاول أن نوفيكم بكل التفاصيل المتعلقة بها خلال مواعيدنا اللاحقة. إليكم سونيا جاسي، كنت معنا من المحكمة الدستورية لرصد عملية وصول ملفات الراغبين للترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل. سنعود إليك لاحقا. نعود مشاهدينا الكرام لاستكمال الحديث حول أمراض المناعة الذاتية وتداعياتها. تحدثنا عن الأسباب، عن الأعراض، عن التداعيات والمخاطر لهذه الأمراض، وأيضا البروتوكولات العلاجية. ماذا عن أهم النصائح التي يمكن أن تقدميها دكتورة من أجل تقوية المناعة للإنسان، وأيضا من أجل تفادي الوقوع في مثل هكذا أمراض تعنى بالمناعة، تؤثر على الصحة الجسمية، تؤثر على الأعضاء الجسمية وحتى على الصحة النفسية؟ صحيح، إذا كنا نتكلم إحنا على الوقاية خير من العلاج، الوقاية تبدأ بالحالة النفسية. هناك بعض الظروف مثلا الامتحانات، المسابقات، يعني تخلي الإنسان عنده توتر زائد. إذا النصيحة الأولى، الإنسان يبقى في هذاك الإطمئنان، كما يقولوا التفاؤل خير تجدوه. الإنسان يمشي لهذيك المسابقات والامتحانات ولا هذيك الظروف، يعالجها براحة نفسية وبتعقل. هذا الأمر يعني مهم جدا، يعني تفادي التوتر والاستخاص هذاك. هناك الأدوية مثل المضادات الحيوية، هناك لما يكون الإفراط في استعمال الأدوية، مضادات حيوية، مضادات الالتهاب، هذيك الأدوية بإمكانها تؤدي إلى بعض الأمراض المناعة الذاتية، لأنها تقيس يعني البكتيريا الطبيعية الموجودة على مستوى يعني الأمعاء، وتخلي الخلايا المناعية ما تتعرفش يعني بصفة عادية على هذيك البكتيريا، ويمكن أنه يكون اختلال في هذاك التعارف ومهاجمة الخلايا المناعية لبعض أعضاء الجسم اللي تشبه لهذيك البكتيريا. يعني الأدوية، هناك الكثير من الأدوية اللي يمكن أنها تؤدي إلى الإصابة بمرض الذئبة ولا الليبيوس. إذن ما نقولوش إحنا الإنسان ما يتناولش الدواء، لكن يكون التناول معقول ويكون عن طريق وصفة طبية. أشعة الشمس، الإنسان يتعرض لأشعة الشمس لكن في الأوقات اللازمة، ما يكونش في هذيك الأوقات وين تكون الشمس يعني حارة جدا، تكون هناك ضربات الشمس. أشعة الشمس بإمكانها أنها تؤدي إلى بعض الأمراض كما مرض الذئبة الليبيوس، التعرض المفرط، نقص الفيتامين دي، من بين الأسباب اللي تؤدي إلى اختلال عمل جهاز المناعة. إذا لما تكون الطفل، يعني الأطفال، المرأة الحامل، الإنسان لما يحس يعني بفشل يعني وبعض الأوجاع على مستوى المفاصل، يروح يشوف تحليل الفيتامين دي. إذا كان تحليل الفيتامين دي ناقص، يتناول الفيتامين دي بشكل جيد، هذا يؤدي إلى توازن في عمل الجهاز المناعي وفي عمل الكثير من الأعضاء وخلايا الجسم. دكتورة، فقط في هذه النقطة، يعني أنت تؤكدين على أنه الجهاز المناعي يجب يعني تقويته بمختلف الفيتامينات. ماذا عن المكملات الغذائية التي تحوز على نسب عالية من الفيتامينات؟ هل هي يعني ملائمة للجسم أم أنها مضرة؟ أغلبيتها نقولوا حنايا ملائمة للجسم، لكن نقولوا حنايا ما يكونش هناك إفراط. الفيتامينات المهمة يعني الجهاز اللي عامل الجهاز المناعي هي الفيتامين سي ولا فيتامين دي، وايضا العامل المغنيسيوم، يعني هذه العوامل الغذائيه مهمه لتوازن عمل الجهاز المناعي. لا فيتامين او ايضا مهمه لعمل الجهاز المناعي. اذا الانسان يتناولها بشكل جيد، يعني نجيبوها اولا من الغذاء الصحي،
ونجيبوها ثانيا كما الفيتامين دي من اشعه الشمس، تعرض لاشعه الشمس بشكل يعني كافي وفي الوقت المحدد، يعني نتفاداو هذاك الوقت من 11 تاع النهار حتى الوحده الزوج، هذاك يعني التعرض يكون يقدر يكون فيه ضرر، ونبقاو يعني نعتمدوا على الاكل الطبيعي. وحتى يعني في نقطه مهمه هي الابتعاد عن التوتر والضغط ايضا. صحيح صحيح، يعني هذا يعني هذه نقطه مهمه جدا، مهما كان يعني مكان العمل او مكان الدراسه او العائله ايضا، يعني نتمنوا انه تكون الظروف دائما جيده، ونستعملوا هذاك التوتر بصفه ايجابيه، يعني نستعملوه باش نزيدوا الطاقه تاعنا تاع العمل، ما نستعملوهوش يعني باش يكون هناك الاحباط او التعرض لامراض المناعه الذاتيه. نعم، ودائما يعني ضرورة يعني اتباع نظام غذائي يكون صحي، أيضا نمط حياتي يكون يعني ملائم. صحيح، يعني مهم جدا، والإنجازات البسيطة نثمنوها في حياتنا، ولو كانت يعني حاجة صغيرة هذاك الامتنان وحمد الله يعني على هذاك الإنجاز ولو صغير، ولو يعني نقولوا حتى ولا المرأة راهي في البيت يعني تثمن وش عندها في الدار، هذوك الأطفال، هذيك الجو يعني الأسري، الإنسان يثمن وش عنده، هذا الامتنان والحمد يعني ربي سبحانه يخلي الإنسان يزيد في الإنجازات تاعو، ويزيد في المثابرة، ويزيد في العمل اليومي. نأكدوا أيضا على أهمية التشخيص المبكر والتحاليل. صحيح صحيح، التشخيص المبكر عنده فائدة كبيرة جدا، ما يخليش الإنسان يوصل لهذاك القصور ولا الفشل في بعض الأعضاء، ويخلي نسبة يعني الشفاء تكون كبيرة جدا إلى 100% إن شاء الله. نعم، شكرا لك دكتورة على كل هذه التفاصيل بخصوص موضوع أمراض المناعة الذاتية. شكرا رتيبة، سعدت بلقائك اليوم، وشكرا على جميع القائمين على التلفزيون الجزائري. وأنا أسعد، يومك طيب وموفق. إذا مشاهدينا الكرام، إلى استوديو الأخبار أين تتواجد الزميلة نجوى عبد العزيز وموجز بل، حيث يعقد اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين الذين قبلت ملفاتهم لخوض غمار الانتخابات الرئاسية. وقبل ذلك أشرف شرفي صباحة اليوم على عملية نقل وتحويل ملفات الراغبين في الترشح إلى المحكمة الدستورية. هذا وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أنهت أمس عملية المعالجة التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة ب16 راغبا في الترشح الذين أودعوا ملفاتهم لدى السلطة. هذا حصاد للمقياس الأول من تنظيم المسارات الانتخابية إن شاء الله، وهو إرسال ملفات اللي كانوا راغبين في الترشح وصبحوا الآن مترشحين، فهمتني، بعد يعني ما فصلت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في كل الملفات، والآن دور المحكمة الدستورية، ولكن الحمد لله حتى المحكمة الدستورية يعني سهلنا عليها الأمر بالإجراءات الجديدة التي ابتكرتها يعني السلطة الوطنية المستقلة، إذ أن الآن المرافقين من السلطة الوطنية للموكب تاع الملفات يحملون معهم يعني ما يبين انتساب كل ورقة من كل ملف إلى كل مترشح، يعني حتى إذا كان المترشح يعني دفع الملف نتاعو بهذه الاستمارات، حتى إذا كان يحب يطعن في الانتساب الاستمارة إليه مثلا، ما يمكنش، خطر نهار هزوم أعطينا مجال، كل واحد كل من المترشحين كان عنده مجال حسابي ويتضمن العدد نتاع، وفي نفس الوقت كل استمارة تحمل ما يبين تبعتها إلى كل مترشح، وبالتالي العملية إن شاء الله صبحت بشفافية يعني مطلقة ومتحكم فيها بصفة الحمد لله يعني نقول مهنية.
المواطن داخل الوطن وخارجه يعلق هو الآخر أملا كبيرة على الاستحقاقات الرئاسية المقبلة لاستكمال البرامج التنموية ومواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية. الانتخابات هي دليل من حب المواطن لوطنه. طلبوا من جميع فئات المجتمع نساء ورجال أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وهنا نكون قد أدينا واجبنا نحو هذا الوطن الذي أعطانا من كل خيراته. احنا ماذا بينا إن شاء الله يقدموا لنا البرامج تاعهم ويشرحوها مليح وتمر هذه الانتخابات في روح ديمقراطية. راح تكون بالنسبة للشعب الجزائري مناسبة جد هامة. ننتظر إن شاء الله من رئيس المستقبلي رئيس الجمهورية المستقبلي الجزائر أن يهتم بجميع الفئات وجميع مناطق الجزائر دون استثناء، خاصة المناطق النائية، خاصة المناطق الظل، أن يهتم في الشباب بالطلبة بالمرأة. الانتخابات هذه ماهيش فقط حدث سياسي، بينما هي فرصة للشباب للمساهمة في مستقبل بلادهم. احنا نتمنوا في هذه الانتخابات الجديدة ان شاء الله اللي عندها الخير في هذه الرئاسة وباغي يدير الخير للبلاد، نتمنوا له النجاح. جانفيت توت لا كوميونيتي الجيريان علي فوتي باسكو اون ان تري بو باي ما شاء الله il ne fait que augmenter dans le comment dirais-je on a un très beau pays et on aimerait qu'il devienne encore meilleur. Inch'Allah, les élections prochaines, le 7 septembre, on sera présents. Nous allons élire le prochain et le futur président de la République. Nous étions là le 12-12 et on sera là le 7 septembre, Inch'Allah, pour l'Algérie nouvelle. Tahiya al-Jazayir. دوليا وبالأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي يدخل يومه 93 بعد 200، حيث استشهد فجر اليوم 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بينهم أطفال ونساء في قصف صهيوني استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. كما شنت طائرة الاحتلال غارة على محيط مدخل مخيم البريج ومدينة غزة، بينما أطلقت آلية الاحتلال نيران رشاشاتها صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون، فيما شن طيران الاحتلال غارتين على بلدة القرارة بخان يونس وحاصر منزلا به 10 أشخاص واستهدف موقعا قرب دوار بني سهيلة شرق المدينة وكاد مدينة رفح. إلى الحدث الرياضي الأولمبي، وقبل يوم عن موعد حفل الافتتاح يواصل الرياضيون الجزائريون التوافد تباعا على القرية الأولمبية بباريس وسط أجواء يسودها التفاؤل بتشريف الألوان الوطنية. أبطالنا متفائلين جدا، وهذا التفاؤل نابع عن برنامج تحضيري كان طيل 3 سنوات، أين الدولة الجزائرية وضعت كل الإمكانيات من أجل التوهج وكذلك تحقيق أحسن نتائج لتشريف الرأي الوطني. اليوم رانا هنا في القرية الأولمبية قبل أيام عن انطلاق المنافسات الرسمية، هو ما هو إلا حلم تحقق تأهل. الله نالوا أحد المعادن في هذا الدورة إن شاء الله. دينا نتأدابتيو مع الأوقات وفي هنا في باريس، وان شاء الله رانا ننتظروا في البرنامج تاعنا باش ندخلوا غير مع المنافسه. Très bien, ouais, donc là nous ça fait quelques jours qu'on est arrivé. وصلنا قبل ايام واجرينا بعض التدريبات داخل القاعه لنتعرف على مكان المنافسه، وايضا نركز على الاسترجاع مع الفريق الطبي عموما. كل الظروف جيده. Donc tout se passe bien pour le moment, ouais. لقينا كل الظروف الملائمه موجوده. Et normalement, inchallah, la compétition se déroulera bien et tout se passera bien, inchallah, pour nos athlètes. وتشجيعا لممثلي الجزائر في منافسات الألعاب الأولمبية، أدى سفير الجزائر بفرنسا زيارة مجاملة لبعضة الجزائر الموجودة بالقرية الأولمبية. ضمن البرنامج المسطر لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر لقضاء العطلة الصيفية بالوطنية الأم، حل أمس بمطار هواري بومدين الدولي أزيد من 140 طفلا قادمين من فرنسا، ألمانيا وسويسرا للتعرف على المقومات السياحية والطبيعية للجزائر والاستمتاع بأجواء صيفها. نجيو هنا نشوفوا بلاد، نتعلموا بزاف، نروحوا الميوزي، ينعتوا لنا. الحمد لله يا رب لحقنا مليح. راني في الجزائر.
باغي نشوف ألجي كي دايره ولا كولتور. انا نبغي كي نقولوا نروح في البلاد نبغي الجيري وان تو تري في الجيري. تنظيم محكم مسبق هذا يدل على اساس انه الجزائر لن تنسى ابنائها. جينا على فوج ثاني، هذه دفعه ثانيه مكونه من 140 طفل وبنت جاءوا لقضاء عطله صيفيه هنا بالجزائر. تهدف هذه العمليه الى تعزيز الروابط الوطنيه الثقافيه بين ابناء جاليه الوطنيه للخارج ووطنهم الام الجزائر. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، وعودة إليك رتيبة لتتمة بقية برنامج هذا الصباح. إلى اللقاء. شكرا لك نجوى على هذه التفاصيل الإخبارية. أيضا مشاهدينا الكرام، نعود لبرنامج هذا الصباح، وفي هذه الفقرة سنتحدث عن الطبعة السادسة للمهرجان الثقافي للزي التقليدي والذي جاء تحت شعار أزياء صامدة لأجيال خالدة. للحديث والتفصيل أكثر حول جديد هذه الطبعة والمحاور التي تضمنتها، نسعد باستضافة السيد سعد دراجي عضو لجنة المهرجان المكلف بالبحث. صباح الخير سيدي، مرحبا بك. صباح الخير سيدتي، شكرا جزيلا على الاستضافة. نعم، إذن اليوم تختتم فعاليات الطبعة السادسة للمهرجان الثقافي للزي التقليدي. لو تضعنا في بداية في جديد هذه الطبعة وما ميزها عن الطبعات السابقة. بداية أعيد شكري لكم ولتلفزيون الجزائري على هذه الاستضافة، وهذا دليل على اهتمامكم بقضايا التراث وقضايا الثقافية، فشكرا جزيلا لكم. المهرجان هو سياق متواصل في هذه الطبعة السادسة، هي حلقة تواصلية مع السابقة، مع الطبعة السابقة والتي اهتمت بالمقاومة، لأن المهرجان يحمل عنوانين، عنوان شامل، وفي كل مرة نعالج رافد من هذه الروافد. في الطبعة السابقة تم إعطاء اللغة المقاومتية للزي، يعني الزي والمقاومة، وربطنا الزي التقليدي بتفاصيل المقاومة الجزائرية وكيف حافظ، يعني كيف استغل الزي كسلاح أمام تعديات الاستعمارية ومحاولات الاستعمار الفرنسي في محو الهوية الجزائرية. لذلك كان حريا بنا أن نتبنى هذا العنوان. أما في الطبعة السادسة فقد أخذنا رافدا آخر، وهو الطرز الجزائري. ربما العديد يصنف الطرز على أنه مجرد حرفة فقط، ولكن نحن أعطيناه بعدا آخر، ليس نحن بل الجزائريون كافة يرون في الطرز وفي تفاصيله هو مستوى فني أكثر منه حرفة. لذلك اهتممنا به كذلك، لأنه فيه من الخصوصية محافظة للهوية للأمة هويتها في مختلف المراحل. أيضا أعطينا له بعدا علميا وأكاديميا من أجل التعريف والتسويق لهذا الموروث الثقافي اللي ربما لم ينل حقه من الاهتمام. أعطيناه أيضا حلقات تواصلية أخرى بروافد أخرى، منها السينما ومنها السياق التعليمي والأكاديمي الخاص بهذا الفن. لذلك المهرجان جاء كلية متكاملة من خلال المواضيع التي تبناها ومن خلال الروافد التي يعني تم تنظيمها، بداية من المعرض وإلى الورشات وإلى أمور أخرى شهدها هذا المهرجان. وأظن نسبة يعني معتبرة أنه قد لاقى استحسانا كبيرا من طرف الجمهور ومن طرف الزوار. نعم، يعني لما نتحدث على هذا المهرجان نتحدث عن احتضانه في قصر رياس البحر، هذا الصرح الثقافي الذي له بعد ثقافي وأيضا بعد تاريخي، نتحدث أيضا عن المشاركين في هذا المهرجان. حقيقة يعني نقدر نقول بأن هناك توليفة متكاملة بين موضوع المهرجان وبين طبيعة المركز وطبيعة قصر الرياس، من حيث ثقله التاريخي وكونه أحد الشواهد الأثرية على مدينة الجزائر العاصمة، يعتبر منارة ثقافية لتسويق التراث الثقافي. هذا المهرجان بتنوعه وبجماليته جاء كما قلت لك توليفة متكاملة من خلال أيضا الجمال ومن خلال الاهتمام بهذا الفن. نعم. أيضا في سياق المشاركين اهتممنا أيضا بدعوة المشاركين، يعني الذين لهم ثقل في الميدان، يعني حرصنا على أن يكون من كل جميع أقطار الجزائر، من تمنرست، من توغرت، من عنابة، من قسنطينة،
من وسط الجزائر العاصمة، من شرشال، من الغرب الجزائري أيضا من تلمسان، حتى من الصحراء الجزائرية، يعني من تيزي وزو. يعني حرصنا على أن يكون هناك ممثلين يغطون جميع مناطق الجزائر، وذلك لتبيان هذا التنوع الثقافي وأيضا لجعل هذه الصورة متكاملة أمام الجمهور وأمام الزوار. أكيد، خاصة وأن الخارطة الثقافية للجزائر تتعدد وتتنوع يعني بكل أشكال الأزياء. نتحدث أيضا على أهمية مثل هكذا مهرجانات في الحفاظ على تراثنا، حتى الزي التقليدي هو هوية أيضا. أكيد أكيد، زينا التقليدي هو هوية. ربما كان يجب لنا أن نفتح مخابر خاصة بهذا الأمر، خاصة بهذا التراث، وخاصة بدراسة هذا الزي التقليدي وكل تفاصيله، لأنه لم يصبح مثلا مادة ربما ينظر إليها على أنها مادة، ربما لا أعتقد أنها كانت أكمل كماليات، ولكنها اعتبرت مؤخرا أنها مادة توثق لهوية الشعوب وتعكس صورة متكاملة عن التحضر وعن الفكر وعن أمور أخرى، ربما في سياق التاريخ قد تم تغييبها. أذكرك فقط أنه في سياق بحثنا على الطرز الجزائري اكتشفنا أنه مستوى الجزائريين الحضاري والفكري من خلال الطرز كان مستوى مبهر، لذلك خاصة من الرشامات التي كانت تستعمل، من التقنيات التي كانت تستعمل، من اهتمام طبقات بهذا المجال. كانت هناك طرز خاص بالطبقات العادية وطرز خاص بالطبقات المخملية، وصدقيني أنا أقول لك بأنه مستوى مبهر من الأداءات الفنية ومن الرشمات ومن التعامل أيضا مع هذا الفن. قلت لك هناك فقط جزئية، أن العنوان الرافد لهذا المهرجان هو الطرز الجزائري أو فن الطرز موروث أمة وخيوط أجيال. لذلك يعني أخذنا بعدا تاريخيا وبعدا الهوية المتعلقة بالطرز، ومحاولة تسويق هذا الفن على أنه جزء لا يتجزأ من الهوية الفنية الجزائرية ومن الهوية الحرفية ومن هوية المجتمع الجزائري ككل. جميل. دائما يعني المهرجان الثقافي للزي التقليدي ما ينظم ورشات ومحاور لقاءات تعنى بالثقافة، تعنى بالزي التقليدي خاصة، يعني لو تضعنا في صورة البرنامج الذي سطر خلال هذه الطبعة السادسة. محاور هذا البرنامج قد تم دراستها يعني بعناية من طرف لجنة التنظيم، بداية بالتركيز على الجانب الأكاديمي أو العرض الأكاديمي. هناك معرض أكاديمي يتناول تاريخ الطرز، تقنيات الطرز وكل التفاصيل الخاصة بالطرز الجزائري، الطرز الجزائري عبر التاريخ. هنا على تنوع، على مواد مستعملة، على نوعية الزخارف المستعملة، على يعني كل ما يتعلق بالطرز، إضافة إلى لباس الفارس الجزائري، الزي الجزائري باختلافه، خارطة الأزياء الجزائرية في مختلف المناطق، بالتوازي ايضا مع ورشات عمليه او عمليه مع بالتنسيق مع مؤسسه التمهين والتكوين في الجزائر العاصمه. نعم. اقول لك ورشات عمليه بمعنى انه الجمهور يحضر، يعني يشوف عينيا كيف يمكن طرز الفتله او طرز المجبود او طرز الغرزات الخاصه بمدينه الجزائر. بالتوازي ايضا مع 13 الى 14 عارضا من مختلف الولايات الجزائريه، يعني قلت لك في البدايه انهم عارضين ليسوا يعني ذو سمعه في مجال الالبسه التقليديه. بالتوازي ايضا مع لمسه ربما كانت صدفه اقرب منها، ولكنها جاءت يعني في مكانها، وهناك يعني حيث هناك عارضة من خارج الجزائر، من الجالية الجزائرية، وحييناها بالمناسبة على مجهوداتها اللي تقوم بها، خاصة هي تطرز اللباس التقليدي في يعني في دولة أجنبية. هذا الأمر شجعنا أن من خلالها نمر رسائل أنه يمكن تسويق هذا الموروث الجزائري، ليس فقط يعني نعرفه به الجمهور الجزائري، ولكن حتى الجالية الجزائرية مطالبة أيضا بتسويق هذا الزي وهذا الرصيد التراثي لدى المجتمعات الغربية. نعم. ايضا هناك ضيفنا، لن نقول ضيفنا ولكن هم اصحاب الدار، ممثلين عن دولة فلسطين، خلال يعني يعرضوا الطرز نتاعهم والازياء الخاصة بفلسطين، ونحن نعلم معاناتهم يعني في سياق القضية الفلسطينية التي يحاول احتلال محو الهوية الفلسطينية بجميع الوسائل وبالتعديات التي يمارسها على جميع الموروثات الفلسطينية. في سياق آخر وفي سياق متصل، هناك الندوات والأيام الدراسية، ندوة خاصة بتاريخ الطرز، يعني تقدر تقول طرح أكاديمي علمي بحث
تحت إشراف أساتذة جامعيين ودكاترة يتناول التحولات التي عرفها طرز تأثيراته وإمكانية استغلال الطرز والأزياء التقليدية الجزائرية كوثيقة تاريخية توثق للتحولات الحضارية ولتعبر على المستويات المعيشية للجزائريين في جميع الفترات. نعم. أيضا هناك ندوة خاصة بالطرز الفلسطيني ويعني كيف يمكن الحفاظ ومقاومة الاحتلال باستعمال الموروث الأزياء والطرز الفلسطيني في وجه الاحتلال وأمام ممارساته التعديات. بالإضافة أخيرا واليوم هناك يعني يوم ندوة أخرى من تنشيط بعض السينمائيين وبعض الوجوه البارزة في التلفزيون الجزائري يعني بالحديث عن التوثيق السينمائي والتلفزيوني وعلاقته بالزي الجزائري وكيف استغلال هذا النطاق في سبيل التسويق للثقافة والزي الجزائري وكذا الحفاظ على هذا الموروث. جميل. يعني تحدثت عن برنامج ثري محاور عديدة ومتعددة، ربما من أطر كل هذه الندوات والأيام الدراسية؟ في الحقيقة النقطة الإيجابية في هذا المهرجان هو السياق التنظيمي اللي كان يعني جد محترف، بداية بالسيدة محافظة المهرجان سيدة فايزة رياش، إضافة أيضا إلى اللجنة العلمية والتي يعني هي اللي خدمت المادة العلمية الخاصة بالعرض مع مراجعة لغوية، إضافة أنها صدرت باللغتين العربية والفرنسية، وكل المصالح الإدارية الخاصة بالمركز وجميع التكليفات بالتنسيق والتنظيم واللوجيست وكذا التنسيق بين المصالح. هذا الأمر هذا جعل العمل يسير بانسيابية كثيرة، وتفاعل أيضا مع العارضين اللي رحبوا بالفكرة، يعني ما صبناش معهم أي يعني أي إشكال, أي إشكال. رحبوا بالفكرة دي. إضافة إلى مساهمات خاصة مساهمة السادة يعني من مركز التمهيد، يعني خدموا العمل كما نقول احنا من قلبهم، يعني حضروا معنا من التحضيرات من الايام الاولى حتى اليوم راهم يعني يشرفوا على الورشات يعني وفرحانين على كل حال، يعني يحسوا باللي انهم يؤدوا في رساله، وفعلا هي رساله تسويق للتراث الجزائري لخصوصيه مدينه الجزائر وهذا الفن اللي ربما ما لقاش حقه يعني احنا في كما نقول لك احنا في التداول، ولكنه اليوم اعتقد انه ننتقل الى مستوى اخر، خاصة وأنه رانا في وقت أصبح فيه التراث ليس مجرد عملية أشياء كمالية ولكنها تتعرض كما أقول لك للتعديات مختلفة من طرف نعم النهب والنسب لغير يعني ملاكها. فيما أنك تحدثت على حضور القضية الفلسطينية التي لا تخلو تظاهرة جزائرية أي كان مجالها من حضور القضية الفلسطينية، نتحدث على يعني رمزية الزي الفلسطيني، نتحدث حتى على الكوفية التي أصبحت اليوم عالمية يعني ومعروفة عالميا على أنها زي فلسطيني. أنا قلت لحبذا لو كانت معنا هنا الضيفة الممثلة لمنظمة النساء الفلسطينيات هنا في الجزائر باش تعطيكم أكثر صورة، ولكن هذا لا يمنع بالحديث ولو يعني ولو سطحيا على الفحوى. انا نحكي لكم على الرساله اللي خلتنا نستضيف فلسطين في هذا المهرجان. قلت لك هو في سياق احنا على بالنا مرينا بتجربه محاوله الالغاء الهويه الجزائريه اثناء الاحتلال الفرنسي، يعني احنا رانا عانينا منها ونعرف تفاصيلها يعني كما ينبغي. فلسطين نحن مع القضيه الفلسطينيه قلبا وقالبا. هذا المهرجان جاء ليوثق وليبين بان الفلسطينيين لهم هويه خاصه وهي صامده امام الاحتلال، امام محاولاته الغاشمه ليس فقط في الاجرام ولكنه يحاول دوما الالغاء واقصاء ومحو الهويه الفلسطينيه. لذلك نحن نسوق بما أتينا من قوة بما أتينا من وسائط من أجل التعريف بالهوية الفلسطينية، سواء ليس فقط الزي، سواء حتى في تراثهم اللامادي وجب التعريف به. هذه نقطة أولية. استضافتهم في المهرجان الوطني السادس للزي التقليدي هو محاولة لفت الانتباه ولفتة من أجل أن السلطات أيضا تتبنى هذا المنهاج للتسويق أيضا للتراث الفلسطيني الملف في كل محفل وفي كل مناسبة. الزي التقليدي الفلسطيني المعروف والذي في الحقيقة أنا لا أملك المعلومات الدقيقة والدقيقة، ولكن بحسب ما قيل لي بأنه ضارب في جذور التاريخ، أصوله تعود للفينيقيين، يملك بعض الرسومات البسيطة، وكما قلت أنه الكوفية رغم أنها ليست محلية ولكنها أصبحت موروثا فلسطينيا متعارفا عليه وماركة عالمية، كلما رأيناها في اللاوعي نتذكر مباشرة المقاومة الفلسطينية وفلسطين. لذلك هو
هو تراث جميل جدا يجب المحافظة عليه ويجب المساهمة أيضا من ناحية أخرى لدينا ولدى يعني كل المساندين لهذه القضية بالتسويق والترويج للتراث الثقافي الفلسطيني على جميع الأصعدة وعلى جميع المناسبات، لأنه فعلا هو أحد الركائز المقاومتية وهو أحد الوسائل التي يمكن للفلسطينيين التنفس من خلالها ومحافظة ذاتهم أمام الهمجية الإسرائيلية. نعم، دائما في سياق الحفاظ على التراث والموروث يعني يجب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر اليوم من أجل المحافظة على تراثها، خاصة ما تعلق بالزي التقليدي ما نلمسه في الملفات المقدمة من أجل تصنيف اللباس التقليدي خاصة لباس منطقة الشرق الجزائري تصنيفا دوليا. أكيد السلطات والوزارة الوصية تبذل كل ما بوسعها من أجل عملية إيقاف هذه الهجمات يعني بجميع الوسائل، بإضافة إلى الترسانة القانونية التي تم تبنيها والتي تحاول السلطات أيضا تنميتها وتعزيزها من النطاق الداخلي. ما يعرفه العالم وما يشهده ليس فقط في منطقتنا ولكن في جميع مناطق العالم هي الاعتداءات على تراث الغير ومحاولة الإلغاء هذا التنافس وهذا السياق التنافسي الذي تعرفه البلدان، نلنا نصيبا منه للأسف، وذلك ما يجعلنا نحرص دائما على أن يجب بذل المجهود تلو المجهود وعدم التغاضي أمام هذه التعديات وأمام هذه السرقات وأمام هذه الإقصاءات. ذلك الدولة أو السلطات أيضا تحاول أيضا تشكيل ملفات تلو الملفات من أجل تصنيف العديد ليس فقط الزي، كل ما يشمل التراث اللامادي الذي هو جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية. حرص الدولة يترجم حسها على أن للجزائر هوية يجب الدفاع عنها ليس فقط في محافل الوطن ولكن حتى في المحافل الدولية، لأن شخصيتنا وتراثنا رصيد متنامي وكثير جدا علينا الدفاع عنه بجميع الأساليب وجميع الطرق. نعم، وحتى يعني لما نتحدث عن الدفاع والمحافظة على تراثنا وعلى يعني كل الأشياء التي تتعلق بالهوية الوطنية يجب الحديث على ضرورة استغلال الوسائل الرقمية اليوم من أجل الترويج للثقافة الجزائرية. أكيد هو مستوى آخر يجب تبنيه والتعامل معه على أنه إلزامية، يجب مواكبة العصر لأننا كما قيل إذا لم تتقدم فإنك تعود للخلف. أكيد. لذلك علينا تبني التكنولوجيا في التراث في كل المجالات، في كل المجالات خاصة في التراث، لأن التراث هو نوعا ما سهل يعني سرقته سهل يعني كما يقولوا لنا نلاحظ في وسائل التواصل الاجتماعي ينسبون أمورا هي جزائرية فعلا إلى كيانات أخرى، وهذا يعني أمر يجب أن يتوقف، وعلى الدولة أيضا التي هي أيضا في هذا المجال تحاول رقمنة هذا المجال والدخول بقوة في عمليات التجريد أو الجرد الخاصة بالتراث اللامادي وحتى المادي، التراث اللامادي الذي يمتلك خصوصية كبيرة جدا جدا في ظل المجهودات المقامة من طرف حتى هناك باحثين يقومون بمجهودات مشكورين في سبيل جرد هذا التراث اللي هو صعب وصعب جدا، ليس أقول بأنها مهمة سهلة، ولكن الحس بأن هناك تهديدات يجعل الإنسان يقوم بما عليه بغير على وطنه وعلى تراثه وثقافته. أكيد هذه المهرجانات هي أحد الوسائط من أجل التسويق للتراث ومن أجل يعني وضع كما نقول لائحة بأن هذا التراث هو تراثنا نسوقه للجميع سواء لجمهورنا المحلي أو حتى للأجانب ولا حتى لزوارنا ولا حتى للسواح. نعم، يجب أيضا التذكير والإشارة إلى أن لمسة الزي التقليدي الجزائري هي لمسة ملكية، يعني اليوم نجد العديد من المصممين العالميين من يستعينون برسومات الزي التقليدي. أكيد هناك رسالة، فكرتين هنا رسالة في اليوم الدراسي الخاص بتاريخ الطرز، هناك رسالة قدمتها دكتورة هناك أعتقد دكتورة نجمة، قالت بأننا نحن الأساتذة مستعدون لتمويل دور العرض أو دور التصاميم برشامات خاصة بالطرز الجزائري الأصيل من أجل تسويقها، ولم لا؟ نعم، فكرة يجب دراستها، لم لا؟ نحن نملك العديد من الرشامات الخاصة بالجزائر ومن الغرز ومن المواد الخاصة بالطرز الجزائري. كل زي يعني يحكي قصة وكل طرز يحكي قصة. وكل كما قلت يعبر عن زاوية رؤية، يعبر عن إبداع، يعبر عن شيء تاريخي ضارب في الجذور. لذلك
لما لا يتم استغلال هذه الأمور كنوع من التسويق للثقافة وللتراث الجزائري كما حدث لقميص الزليج؟ يعني هناك انتماء. لما لا؟ يعني هذه الأشياء وهذه الوسائط على بساطتها لكنها يكون لها كما قلت تأثير كبير. نعم. وكبير جدا. استغلال هذه الأمور هو يأتي في سياق الترويج للتراث والثقافة الجزائرية بالتوازي مع استغلال الرقمنة واستغلال الوسائط الإلكترونية واستغلال حتى وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت جانبا لا يستغنى عنه في كل المجالات، ليس فقط في الثقافة والتراث. هذا الأمر هذا سيعطي بعدا آخر وسيعطي زخما آخر للتعامل لتناول التراث وكذلك للتسويق للهوية الوطنية الجزائرية وأيضا للمحافظة على هذا التراث. ولما لا يعني الترويج للسياحة فيه الاستثمار أيضا وللترويج للسياحة الجزائرية وإعطاء صورة متكاملة عن جزائر التاريخ وجزائر الحضارة الضاربة في الجذور. نعم، أيضا ربما يجب في آخر نقطة نتحدث عنها حول هذا المهرجان، اليوم تختتم فعاليته، ذكرنا ببرنامج اليوم. برنامج اليوم هو سياق سينمائي محض، دور التوثيق السينمائي والتلفزيوني في المحافظة على الزي والترويج للطرز الجزائري. هناك كما تعلمين في تاريخ السينما الجزائريه. نعم. في عده المراحل استغلت السينما الجزائريه او تم استغلال السينما الجزائريه وحتى التلفزيون في التسويق لللباس الجزائري وللطرز الجزائري. وكانت فعلا لا اقول خطوه ولكنها مرافقه جيده يعني للتسويق للصوره الجزائريه. المتصفح في تاريخ خاصه السينما الجزائريه اقول على خصوص افلام التاريخيه والثوريه، افلام المقاومه يعني الشيخ بوعمامه، الأفيون والعصا وما العديد من الأفلام كان حتى هناك. هذه الأفلام يعني تعطي صورة الرجل الجزائري والمرأة الجزائرية من خلال اللباس ومن خلال الأزياء. أكيد من خلال يعني هو الرسالة تاعها هي إيصال صورة متكاملة عن الشخصية الجزائرية، عن المقاومة الجزائرية. لذلك لابد أن تكتمل الصورة مع اللباس فكانت السينما. وأقول وأخص بالذكر فيلم الخاص بوقائع سنين الجمر الذي أعطى فعلا صورة على أقول هي صورة البؤس حقيقة ولكنها أعطت صورة المقاومة أيضا. أعطت صورة المقاومة والبسالة. أيضا والشجاعة في سياق الزي، في سياق المجتمع، في سياق التناول، في سياق حتى اللغة، حتى الأداء، يعني عبر على الإنسان الجزائري الصامد المقاوم أمام الاحتلال. لذلك كان من الأهمية بما كان تناول هذا السياق الطرز والزي التقليدي من خلال كاميرات السينما وكاميرات التلفزيون التي وثقت في عديد المرات لهذا الموروث الثقافي. نعم، شكرا لك سيد سعد الراجي على كل هذه النقاط بما يخص المهرجان الثقافي للزي التقليدي. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام متواصلين دائما معكم ولكن بعد هذا الفاصل. مع إشراف مطلع يوم كامل من الأحداث، مع إشراقة كل صباح تترامى إليك نسمة الجزائر. هذا الصباح مطلع يوم كامل من الأحداث. عدنا من جديد مشاهدينا الكرام لنستكمل وإياكم فقراتنا لهذا العدد من برنامج هذا الصباح. في هذه الفقرة سنتحدث عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وعن تواصل التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد. سنتحدث أيضا عن انطلاق عملية تكوين حاملي شهادة البكالوريا الجدد في مجال اللغة الإنجليزية. تفاصيل عديدة سنتطرق إليها رفقة الأستاذ الجامعي دكتور جمال الدين بوغارة، أستاذ جامعي بجامعة الجزائر 2. صباح الخير دكتور. صباح الخير للأخت رتيبة، مرحبا بك وشكرا لك على الاستضافة. مرحبا بك. إذن في هذه الأيام نعيش يعني انطلاق التسجيلات الجامعية بالنسبة للطلبة الجدد الحاملين لشهادة البكالوريا. العديد من المنصات جاءت من أجل تسهيل هذه العملية، لو نستهل الحديث بها. جيد، إذن في البداية الوزارة مؤخرا غيرت سياستها وأرادت التسهيل أكثر وتماشيا مع الديناميكية العلمية والمعرفية والتكنولوجية المتطورة في العالم، فسارت في مسار جديد هو نحو الرقمنة. ولتحقيق هذا المبتغى من الوزارة قامت بخلق العديد من المنصات
التي من شأنها أن تقوم بتسهيل سواء العملية البيداغوجية اللي تخص المعرفة والدراسة وغيرها للطلبة، أو سواء عملية التسجيل التي أصبحت تتم إلكترونيا أو غير ذلك. إذن هذه المنصات تنقسم إلى عدة أقسام، نقدر نقسمها أساسا إلى قسمين اثنين. عندنا القسم الأول هو القسم الخاص بالبيداغوجية، هذه المنصات اللي راح ترافق الطلبة فيما بعد بعد التسجيلات إلى غاية نهاية مشوارهم الدراسي أو مشوارهم الجامعي عفوا. من بين المنصات الأساسية اللي ممكن أنهم يستعملوها في البيداغوجية اللي هي المنصة الخاصة بمودل، وهي منصة خاصة بالدروس، يعني كل الدروس اللي راح يدرسوها سواء في المحاضرات أو في الدروس التطبيقية تي دي أو تي بي راح تكون موجودة على هذه المنصة وترافقهم دائما. كذلك منصة بروجريس، منصة بروجريس هي منصة خاصة بالعلامات والملاحظات المختلفة لمسارهم التكويني، هذا فيما يخص الدراسة في الجامعة. ولكن في فترة التسجيلات هنالك على الأقل نقدر نقول ثلاث منصات أساسية. المنصة الأولى هي التي تم استحداثها مؤخرا، وهي منصة خاصة بالتكوين في اللغة الإنجليزية اللي راح يبدأ من اليوم المفروض 25 وينتهي يوم 25 من الشهر الجاي، يعني مدة شهر كامل، وهو تكوين قاعدي في اللغة الإنجليزية راح يعاونهم كثير في مسارهم الدراسي. المنصة الثانية نقدر نقسمها إلى ثلاث أقسام، فيها القسم الأول خاص بعملية محاكاة للتوجيه، يعني هي تعتمد أساسا على الذكاء الاصطناعي، يقوم بمحاكاة لتوجيهك لمجموع الاختيارات اللي راح تختارها وأي تخصص راح تحصل عليه وما إلى ذلك، هذا فيما يخص التوجيه. المنصة الثانية أو الجزء الثاني من المنصة يخص مسار التكوين، يعني مسار تكوينك، المقاييس اللي راح تدرسهم، الجانب المعرفي والعلمي اللي راح تحصل عليه وغيرها. الجانب الثالث من المنصة يخص فرص العمل أو كيف ستوجه إلى الشغل أو ما هي الفرص التي ستكون لك مستقبلا بعد حصولك على التخصص وبعد التكوين، يعني يشمل هذا الثلاثة. بالإضافة إلى هذا الشيء في التسجيلات هنالك أمور أخرى تخص الحياة الجامعية، نقدر نقول مثلا مثل منصة منحتي اللي تخص المنحة الجامعية التي أصبحت شهريا تدخل شهريا عند الطلبة، والمنصة الأخرى اللي هي منصة ماي باس واللي تخص حركة الحافلات الخاصة بالطلبة، نعم، وتوقيتها وما إلى ذلك. كل هذا حتى المنصات بالنسبة للإقامات الجامعية أيضا، نعم، حتى بالنسبة للإقامات الجامعية كل هذه المنصات هي مؤخرا الوزارة سارت في تحويلها إلى تطبيقات على الهاتف النقال حتى تكون أكثر 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 سهولة في التعامل مع الطلبة. نعم، يعني لما نتحدث على التسجيلات نتحدث على مدونة الشعب أيضا والتخصصات، نتحدث أيضا على التخصصات الجديدة وكيف يجب يعني على حامل شهادة البكالوريا يعني اختيار التخصص الملائم له. جيد، لما نقول الطالب لما يختار تخصص الآن كثير من العوامل راح تدخل في اختياره للتخصص، نقدر نقول من بين العوامل المتحكمة في التخصص هي الرغبة، وهذا يكون عامل أساسي وعامل ضروري حتى هذا الطالب مهما كان راح يروح بعيد في التخصص وراح يبدع في التخصص، لأنه فيما بعد احنا نشوف أناس اللي تعمل بإبداع أو بشغف أو بحب في مجال معين غير الأناس اللي توجهوا إلى ذلك المجال مدفوعين أو مجبرين، نعم. ولذلك من الأحسن أنه دائما نقطة لنوه لها، دائما الأولياء ما لازمش يكزيزيو، ما لازمش يفرضوا على أولادهم التخصص اللي يختاروا، خليه يختار تخصص يحبه باش يروح فيه من بعد، لأنه حتى ونجح في هذا التخصص فيما بعد العمل بهذا التخصص، لما يكون يعمل بهذا التخصص العمل بحب وبشغف غير العمل مجبر. تخيل أنه في أي مجال راح يخدم مثلا 8 ساعات في اليوم، لو يكون يعمل بحب وشغف ما راحش يحس بالثمان ساعات، ولكن إذا كان مجبرا أنه يعمل 8 ساعات في هذا بهذا التخصص أكيد ما راحش يبدع وما راحش يكون مبدع في مجال عمله وما راحش يتقدم فيه. إذا قلنا الرغبة أو الحب بالمجال هو أساساً أول شيء يعتمد عليه الطالب، ثانياً هو مدى التفوق في ذلك المجال، بما أنه الوزارة اليوم تعمل بما يسمى بالمعدل الموزون سواء في الطب أو في الصيدلة أو في مختلف الشعب مثلاً في اللغات وغيرها. يعني أيضاً نلاحظ الأمر الثاني وهو مدى تفوقه في المادة، يعني باش يتوجه بمعدل موزون.
نعم، وحتى يعني يجب على حامل شهادة البكالوريا الاطلاع على مدونة التخصصات والشعب في ظل يعني التطور الاقتصادي، في ظل يعني وجود تخصصات عديدة تضمن مستقبل أفضل وأحسن. نعم، في تخصصات جديدة ظهرت ربما لأول مرة هذه السنة. من بين التخصصات الجديدة المدرسة العليا لتكنولوجيا النانو، وهذه مدرسة الأولوية فيها تكون للرياضيات وبعدها العلوم، الأولوية الأولى للرياضيات وبعدها للعلوم. في أيضا تخصص آخر وهو تخصص خاص بتكنولوجيا ميكانيك السيارات. احنا نشوفوا تماشيا مع الديناميكية الموجودة في العالم، نشوفوا الديناميكية العلمية والمعرفية خاصة في مجال صناعة السيارات، رأيت تطور وأصبحت صناعتها نوعا ما معقدة وتعتمد على التكنولوجيا أكثر، خاصة في مجال سير السيارات بالهيدروجين وغيرها. يعني نحتاج أن نسير ونواكب هذا التحول والتغير الاقتصادي العالمي والتكنولوجي، فبذلك راح تخلق دائما تخصصات جديدة. الوزارة الوصية تحاول دائما أن تتماشى مع هذه التغيرات، فخلقت مجموعة من التخصصات مثل تكنولوجيا النانو، مثل تكنولوجيا ميكانيك السيارات، مثل تكنولوجيا كذلك النسيج كتخصص جديد. في مجال اللغات في جامعة الجزائر 2 هنالك أيضا دخول اللغة الصينية كتخصص جديد اللي ما كانتش موجودة فيما سبق، وهذا راح يفتح كذلك آفاق للطلبة، بما أنه احنا تعاملنا كدولة مع الصين تعاملات كبيرة واقتصادية وغيرها عندنا مع الصين، فهذا ممكن أنه يفتح المجال لسوق الشغل غدا. أكيد، يعني حتى استحداث مثل هكذا تخصصات يعني يأتي من أجل يعني متطلبات الشغل، من أجل يعني التحديات الراهنة في مختلف المجالات الاقتصادية بالخصوص. نعم أكيد، الطالب دائما راح يشوف إلى سوق الشغل وسوق العمل، في اختياره دائما ينظر إلى سوق العمل وسوق الشغل. ولكن اليوم لو نشوف هنالك تغيرات كبيرة في سوق الشغل وسوق العمل. فيما مضى كنا دائما نعتمد على الوظيفة العمومي وعلى التوظيف مباشرة وما إلى ذلك، ولكن اليوم التوجهات غير، هذا اليوم عندنا أشياء أخرى نعتمد عليها مثل ما نقول اقتصاد المعرفة، وهذا التوجه اللي سارت فيه الوزارة مؤخرا، وكانت تغيرت السياسة كلها من التوجيه مباشرة إلى الوظيفة العمومي والمدارس العليا وغيرها، إلى خلق ريادة أعمال. نعم، خلق ريادة أعمال عن طريق ما يسمى بنصدة. نصدة فيما سبق كانت تسمى بلونساج، التي كانت تمنح لأصحاب شهادات التكوين المهني وغيرها. اليوم لا، اليوم أصبحت تمنح لأصحاب الشهادات الجامعية وأصبحت تسمى نصدة. يعني الطالب منذ دخوله للجامعة من السنة الأولى حتى السنة الثالثة هو مشروع رجل أعمال. نعم، مشروع رجل أعمال جيد، يحاول دائما أنه يبتكر مشروع معين في المقاولتية، يعني ما يجي يوصل حتى للتروازياماني ولا حتى الماستر يكون ذلك المشروع قد نضج في ذهنه ويخرج به مباشرة إلى سوق العمل، يدرس تكوين معين يمتد من أسبوعين إلى 3 أسابيع ويقدم المشروع وينتظر حتى يناقش ذلك المشروع، إذا تم قبوله فستموله هذه المؤسسة النصدة التي جاءت مكان لونساج ويصبح رجل أعمال ومستقل بذاته. أكيد، وحتى الجامعة اليوم الجامعة الجزائرية اليوم أضحت توفر حتى الجانب التطبيقي من خلال ما نلمسه من وجود حاضنات أعمال على مستويات كل الجامعات لمرافقة الطلبة المبدعين الحاملين للمشاريع. نعم، الطلبة حاملي المشاريع دائما تقدر الجامعة تدخل في شراكة مع الطالب، هذا أول، بعد ما تموله بعد ما تعاونه بعد ما يحصل على الموافقة من عند نصدة تقدر الجامعة تدخل معه في شراكة، هذه أولا. الحاجة الثانية توفر له التكوين القاعدي. الحاجة الثالثة اللي يمكن أنه يحصل عليها هي براءة اختراع أو ما يسمى بلابل، يقدر يحصل على لابل. وبعيدا عن هذا كله يقدر يتوجه إلى الدراسات، يعني ما نحكيوش فقط على عالم الشغل ولكن نحكيو أيضا على مجال البحث العلمي، يقدر يتوجه إلى البحث العلمي وليس عالم الشغل. ومجال البحث العلمي لما يتوجه إلى مجال البحث العلمي يقدر يكون طالب 5 نجوم، وهذا تم استحداثه مؤخرا، يعني بقياس المسار التعليمي كله، يعني من السنة الأولى حتى السنة الثانية ماستر يقيسوا المسار التعليمي، هل كان متفوق، هل يحصل على ما يسمى بطالب 5 نجوم، يقدر يحصل على منحة يروح يدرس في الخارج
ويجيب مجموع من المعارف والمعلومات ويعاود يوثقها هنا في مخابر وغيرها ويواصل فقط في مجال البحث العلمي وليس في مجال الشغل. نعم، نبقى دائما في سياق التسجيلات الأولية للطلبة الجدد الحاملين لشهادة البكالوريا، ربما ما هي أهم الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها؟ مش أهم الأخطاء اللي يوقعوا فيها الطلبة هي دائما أنا نشوف النقطة اللي تكرر كثير ويسألوا عليها، أولا هي مجموع التخصصات اللي تظهر لهم باللون الأحمر. في طلبة كثير يتسألوا يقولوا لماذا التخصصات تظهر لي باللون الأحمر، يغيرها، يقوم بتغييرها خشية من أنه ما يحصلش عليها. ولكن لا، التخصصات اللي تظهر باللون الأحمر، هل التخصصات اللون هذا لماذا يظهر؟ يظهر إفادة لأنه هذا التخصص فيه مجموع من المقاعد البيداغوجية محددة. هذه المقاعد البيداغوجية المحددة إذا كان امتلأت عن آخرها في تلك الجامعة ففي احتمال أن توجهها إلى جامعة أخرى فقط وليس لن تحصل على التخصص. مادام عندك المعدل اللي يكفيك باش تدخل إلى هذا التخصص وظهر لك التخصص يعني راح تحصل على التخصص، ولكن إذا ظهر باللون الأحمر ماشي معناتها تنحي التخصص، لا ما راحش نحصل عليه، لا فقط في احتمال أنه توجيهك لجامعة أخرى. نعم، يتم توجيهك إلى جامعة أخرى في نفس التخصص فقط. هذه معظم هذه أكبر خطأ يقع فيه الطلبة. ثانيا فيما يخص التوقيت تاع التسجيل، في طلبة اللي راح يفوتهم التوقيت أو ما كما نقولوا ما سجلوش في الوقت وتهاونوا في التسجيلات، فهذا ليس بخطأ كبير لأنه راح تعاود تفتح عملية تسجيل ما بين 28 إلى 30 من نفس الشهر. يعني راح تخلص تقريبا في 27 ولكن تعاود تفتح في 28 إلى 30 يومين كفرصة للي ما سجلش ولا اللي حب يعيد ترتيب اختياراته يعاود ترتيب اختياراته من أيام 28 29 إلى غاية 30. أيضا يعني في سياق دائما التسجيل ويعني طلبة جدد حاملين لشهادة البكالوريا، هناك العديد من المدارس التي لا تظهر على مدونة الشعب والتخصصات، هي يعني تجرى فيها امتحانات يعني إجرائية على مستواها. نعم، هي على الأقل كاين خمس مدارس ولا معاهد، نقدر نقولوا مدارس أو معاهد عليا التي لا تظهر على قائمة الرغبات. أولا المدرسة العليا للسياحة، المدرسة العليا للسياحة ما فيهاش أولوية لتخصص معين، يعني بالرغم من أنه كل التخصصات تقريبا متساوية ولكن دائما احنا نوجد طلبة أو تلاميذ الرياضيات والعلوم متفوقين، يعني دائما خاصة معدلاتهم راح تكون طالعة وبالتالي راح يفوتوا أكثر عدد ممكن من هذا التلاميذ. نعم، هذه في المدرسة العليا للسياحة ومتواجدة هنا بالجزائر العاصمة في عين البنيان. ثانيا المدرسة الثانية هي المدرسة العليا للفندقة، وهذه المدرسة العليا للفندقة اللي عندها شراكة مع المدرسة العليا للفندقة أو مدرسة الفندقة في لوزان سويسرية، وبالتالي تمنح لك حتى فرصة أنك تعمل في الخارج وليس في الجزائر فقط، وهي كمدرسة عليا أيضا موجودة في الجزائر العاصمة. المدرسة الثالثة هي المدرسة العليا للمصرفية أو للصيرفة والبنوك. نعم، متواجدة في أعالي بوزريعة، هذه مدرسة أولويتها بالتأكيد راح تكون لطلبة التسيير والاقتصاد بالرغم من أنه طلبة شعبة أو تلاميذ شعبة الأدب والفلسفة في هذه السنة أصبحوا متساوين مع التسيير والاقتصاد في اختيار التخصصات في الأولوية، ونفس الشيء بالنسبة لطلبة العلوم مع طلبة الرياضيات أيضا متساويين كدرجة أولى في اختيار التخصصات. وبالتالي هذه قلنا المدرسة الثالثة، المدرسة العليا للصيرفة والبنوك. عندنا كذلك المعهد العالي، المعهد العالي لعلوم، المعهد العالي للاتصالات وعلوم الاتصال وتكنولوجيا الاتصال. هذا كذلك موجود في مكانين، موجود في وهران وكذلك موجود هنا في الجزائر العاصمة في الكاليتوس، وهو معهد يتيح لك الفرصة أنك تعمل مثلا في اتصالات الجزائر وفي شركة الهواتف النقالة أو غير ذلك، أو حتى أنك تعمل بوات برودكسيون كمؤسسة إنتاج صغيرة ليك أنت فقط فيما يخص الإعلام والاتصال. كذلك هنالك أيضا مدرستين خاصتين تقريبا بالجانب العسكري، المدرسة التحضيرية لدراسات مهندس موجودة هنا برويبة، وهي مدرسة عسكرية محضة يتلقى فيها الطالب تكوينه في الهندسة سواء ميكانيكية أو كيميائية أو غيرها لمدة 25 سنة راح يمضي عقد فيها، يعني يبقى يعمل دائما في مجال الجيش الوطني وهي تابعة كعسكرية يعني. نعم، وفي المدرسة العليا المتعددة التقنيات، وهذه مدرسة هي تابعة
الى وزاره الدفاع الوطني ولكن تحت اشراف وزاره التعليم العالي، يعني اللي راح يدرسوك فيها هم اساتذه تابعين لوزاره التعليم العالي. هذه كذلك مدرسه عليا لا تظهر للطلبه، عندنا هذه الخمس مدارس اساسيه. الان كثير راح يتسالوا يقولوا انا اذا ما حصلتش على فرصه في البكالوريا اني نلتحق بمدرسه عليا خلاص، يعني ما راحش نقرا في مدرسه عليا. لا، عندك فرصه اخرى انك تقرا في مدرسه عليا، ولكن بعد ثلاث سنوات ليسانس، من بين المدارس العليا اللي تقدر ديرها بعد ثلاث سنوات ليسانس عندك المدرسه العليا للصم البكم، وفيها توظيف مباشر اساتذه الصم البكم، هي متواجده في نقطه ما بين بوزريعه وبني نسوس. نعم، وعندها نظن فقط سنتين من اللي فتحت. اول دفعه يعني. نعم. تخرجت هذه السنه. نعم، اول دفعه تخرجت هذه السنه، وهذه الايام من المفروض انهم يفتحوا تسجيلات ويمروا بمسابقه مثل باقي المدارس العليا. هذه المدرسه الاولى. المدرسه الثانيه اللي هي المدرسة العليا للإدارة. كذلك نقدروا نلتحقوا بها بعد ثلاث سنين ليسونس، سواء في العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو غيرها. كاين المدرسة الثالثة اللي هي مدرسة المانجمنت الموجودة بقليعة، كذلك نفس الشيء بعد ثلاث سنوات ليسونس نقدروا نلتحقوا بها، سواء كان تخصصنا إعلام آلي أو اقتصاد أو حقوق أو غيرها. يعني عندك فرصة أخرى، حتى يعني مدرسة الضمان الاجتماعي. نعم، مدرسة الضمان الاجتماعي كذلك، أنا كنت نسيتها، مدرسة الضمان الاجتماعي يمكن أن نلتحقوا بها الأولوية لطلبة أو تلاميذ التسيير والاقتصاد، ولكن هذا لا يمنع أن يدخلوا الطلبة الآخرين. يعني هناك تخصصات أخرى. نعم، هنالك تخصصات أخرى تخص طلبة الحقوق أو غيرهم. كذلك بعد ثلاث سنوات ليسونس يمكنك أن تلتحق بهذا المدرسة. أيضا يعني هناك العديد من الحاملين لشهادة البكالوريا يعني يريدون تسجيل في جامعات يعني في الخارج. أيضا أنت كنت من بين يعني الطلبة اللي درسوا في الخارج وبعدها رجعوا الأرض الوطن يعني من أجل تدريس هنا. نعم، يعني في مسار التكوين منذ البداية من البكالوريا راح تختار أنت إذا كان معدلك يأهلك باش تطرح الفكرة على جامعات أخرى وتواصل مع جامعات أخرى وتسجل، راح توجد إما جامعات حكومية اللي راح تقرأ فيها بدون مقابل، أو تقدر حتى توجد جامعات خاصة تقرأ فيها بمقابل معين. يعني عندك خيار من الخيارين الاثنين. هذا أولا. في كثير من الناس يتوجهوا إلى الدراسة بمقابل معين مالي، سواء في أوكرانيا أو في كندا أو غيرها، وفي أناس خاصة المتفوقين اللي يحصلوا على منح يروحوا يقراوا من دون أنهم يدفعوا مقابل، بل بالعكس يحصلوا على منحة. يعني في بعض الأحيان الدولة الجزائرية اللي تقدم لهم المنحة، في بعض الأحيان تكون كوتيتال، يعني ما بين الدولة الجزائرية والجامعة الخارجية، إذا كان هنالك اتفاقيات ما بينهم يأخذوا هذا الطالب ويكونوه في الخارج ثم بعدها يرجع هنا. الآن هذا الطالب قبل ما يروح، إذا كانت منحة مقدمة من الدولة الجزائرية، قبل ما يخرج يروح يقرأ في الخارج راح يمضي على عقد عمل، يعني راح يروح يتكون وكي يرجع للجزائر مباشرة يحصل على منصب تاعه مباشرة بعد ما يناقش. هذا لا يمنع أنه في السنوات اللي راح يدرسهم هنا في الجزائر ما راحش يحصل على منحة، لا، فيه راح يحصل على منحة سواء في الليسانس، خاصة ما يسمى بمنح الإيراسموس اللي هي منح عقد شراكة ما بين الدولة الجزائرية وما بين الاتحاد الأوروبي في إيطاليا في إسبانيا في قبرص في غيرها. يعني في عقد شراكة ما بيناتهم، خاصة إذا كان متفوق مثلا في لغة معينة، سواء كانت توجه إلى إسبانيا مثلا الإسبانية أو إيرلندا، في مؤخرا كثير من الزملاء توجهوا إلى إيرلندا أكثر من 100 واحد كمنح إيراسموس، هي فيها 6 أشهر يدرسوا كذلك في جامعات في الخارج ثم يرجعوا إلى هنا. وفيه بعد الليسانس في مرحلة أخرى في الماستر تقدر تقدم كذلك على منح، وبعد الماستر إذا كان كملت دراسات عليا دكتورة تقدر تحصل على ما يسمى بالبي ان او بروغرام ناسيونال اكسيبسيونال اللي هي المنح الاستثنائية، اللي هي كذلك منح طويلة المدى يمكنك أن تحصل عليها بمجرد أنك تكون عندك علاقات جيدة في الخارج مع مخابر بحث أو مع جامعات أو غيرها. يعني تكون يعني أكثر اطلاع على البرامج. نعم. اليوم يعني في سنوات الأربع يمكن أن نقول الأخيرة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عرف قفزة نوعية ديناميكية جديدة من خلال يعني استحداث العديد من المدارس العليا، استحداث كليات الطب في مختلف الولايات، أيضا استحداث تخصصات اليوم يراهن عليها من أجل التحديات التي تعيشها الجزائر ويعيشها العالم بأجمع. نعم، جيد. إذن قلنا دائما تماشيا مع الديناميكية العلمية والمعرفية العالمية، دائما المعرفة تتغير وتتحول، وما يكون مثلا ما يكون معمول به هذا السنة
ربما في السنة القادمة يصبح متجاوزا، ولذلك يجب دائما على الوزارة أن تقوم بتجديد البرامج الدراسية سواء في التخصصات في حد ذاتها، وكذلك تقوم بابتكار أو اختراع سياقات أو مسارات دراسية تتماشى مع عالم الشغل ومع ما يتطلبه عالم الشغل. احنا نشوف اليوم لما تكلمنا منذ قليل على تكنولوجيا النانو، اليوم العالم كله يعتمد على تكنولوجيا النانو. لما تكلمنا كذلك على تكنولوجيا مدرسة العليا لتكنولوجيا ميكانيك سيارات وغيرها، فأصبح هذا مطلبا أساسي، لأن السيارات اليوم أصبحت أكثر تعقيدا من الماضي، وأصبحت تتطلب أنه يكون شخص يدرس الرياضيات جيدا ويدرس الميكانيك جيدا ويكون أكثر تقني أو مهندس تقني حتى يتمكن من إصلاح العطب الموجود فيها. ولذلك يجب تماشيا مع هذا الجانب، تماشيا معه يجب خلق مناصب شغل، ولخلق مناصب شغل يجب خلق تكوينات قاعدية في هذا المجال، ولذلك دائما ما تخلق الوزارة هذه المسارات العلمية والمعرفية الجديدة. أكيد حتى النوادي العلمية والحاضنات يعني هي تعمل عمل جبار في هذا المسعى. نعم أكيد، الحاضنات فيما يخص الحاضنات في الجامعات، نوجد احنا كل جامعة عندها حاضنة معينة، هذه الحاضنة تقوم برعاية المشاريع منذ أن تكون هذه المشاريع صغيرة إلى غاية أن تحصل هذه المشاريع على براءة اختراع لابيل أو أن تحصل على الدعم من نصدى. وكذلك النوادي العلمية خاصة في الجانب المعرفي والعلمي، النوادي العلمية في الجامعات تقوم بتكوينات قاعدية للطلبة في أبسط الأمور، ولذلك أنا أنصح الطلبة أنهم يلتحقوا دائما بالنوادي العلمية لأن راح تكونهم. وحتى يعني المشاركة في المسابقات العلمية التي تنظم على مستوى المختلف الجامعات. نعم، المسابقات العلمية، المسابقات المعرفية، التظاهرات الثقافية، هذه كلها دخلة في الحياة الجامعية، وكلها الرابط أو الواصل ما بين الطالب وما بين هذه الأمور راح يوجدها فقط في النوادي العلمية والمعرفية الموجودة في الجامعة. وحتى يعني لما نتحدث على السياسة الجديدة من أجل خلق نسيج من المؤسسات الناشئة، مجال المقاولاتية، التسهيلات الممنوحة اليوم من أجل جعل الجامعة قاطرة ولبنة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني، يجب على الطالب اليوم الذي يدخل إلى الجامعة يدخل بفكر أنه سيتحصل على شهادة وأيضا سيكون مشروع ربما رائد أعمال مستقبلا. نعم أكيد، الطالب دائما يدخل بداية، يعني في كثير من الطلبة ما زالهم مش واعيين بهذه السياسة الجديدة اللي راهي تصير فيها الوزارة. يعني كثير يدخلوا دائما يسألك يقول أي المسارات اللي نحصل فيها على توظيف مباشر، هذا هو السؤال اللي يتكرر دائما، علاه تتحصل على توظيف مباشر؟ لماذا لا تبحث أن تكون أنت مستقل بذاتك ويكون عندك مشروع لوحدك؟ كثير من الناس أنا شفتهم مؤخرا تخرجوا حصلوا على لابل اللي هو فتحوا مشاريع ونجحت. شفنا في قسم الترجمة، ليس حكرا على العلوم التطبيقية أو المجال التطبيقي فقط، إذا تكلمنا مثلا راح يحصل على مشروع لابل فقط هم أصحاب الطب. نعم، أصحاب الطب أو أصحاب اللي يقرأوا تقني فقط اللي راح يحصلوا على الأمور، لا، كاين طلبة في الترجمة حصلوا على لابل ونجحوا بتطبيقاتهم، صنعوا تطبيقات ونجحوا فيها، والآن عندهم مؤسساتهم وعندهم مداخلهم وحدهم، ليس بالضرورة أنه يلتحق بالوظيفة العمومية. يعني حتى في مجال الأدبي وفي مجال اللغات وفي مجال تقدر أنك تخلق مشروع لوحدك. نعم، طبعا ما هي أهم النصائح التي يمكن أن تقدمها أستاذ للطلبة الجدد يعني اللي راح يتوجهوا للحياة الجامعية؟ نعم، أهم النصائح أنا نشوف أولا أنه الآن معظم التلاميذ اللي ينجحوا بكالوريا فرحوا بالبكالوريا تاعهم وغيرها، أكيد هذه فرحة مشروعة، ولكن لو نشوف ما بين قوسين نقدروا نسموها هي فرحة لم تكتمل بعد. مشروع لك أنك تفرح، ولكن هذه الفرحة لم تكتمل بعد، ما زال لم تكتمل. السؤال اللي يجي بعد هذا، أنت خذيت البكالوريا ولكن وش عملت بها البكالوريا؟ بعد ما خذيت البكالوريا وش عملت بها؟ إذن بالتالي راح يكون عندك وعي فيما بعد أنه هذه الشهادة، شهادة البكالوريا، هي جزء من شيء نسموه سيرة ذاتية أو CV. راح تحصل على دبلوم في الليسونس أو ماستر في أي تخصص كان، ولكن اليوم في مجال الشغل سواء كان عندك مشروعك لوحدك أو التحقت بوظيفة عمومي أو بأي وظيفة، هما راح يشوفوا إلى سيرة ذاتية كلها. يعني هذا الدبلوم اللي راح تحصل عليها أو الشهادة اللي راح تحصل عليها بعد البكالوريا سواء ليسونس أو ماستر راح تكون جزء من الكل، وبالتالي راح يعتمدوا في تقييمك على ما يسمى بسكيلز أو المهارات الأخرى.
ما يتماشى مع الشهاده اللي راح تحصل عليها؟ اكثر شيئين يتماشوا معها، اولا عندك الاعلام الالي. لازم يكون عندك ديبلوم في الاعلام الالي، سواء في ليزوتيل بيروتيك، وورد، اكسل، باوربوينت، في هذه المهارات هذو. ثاني شيء هو اللغه الانجليزيه. لغات. نعم. والوزاره الان هي مركزه كثيرا على اللغه الانجليزيه. لماذا الوزاره مشت في هذا السياق تاع اللغه الانجليزيه؟ لان اللغه الانجليزيه اصبحت حتميه معرفيه. كل المقالات، كل ما هو جديد في العلم والمعرفه يقوم العلماء والمفكرون وغيرها والاساتذه والباحثون بنشره باللغه الانجليزيه. يعني انت كطالب فيما بعد لازم يكون عندك تكوين قاعدي في الإعلام الآلي وفي اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى شهادتك أنت. نعم، شكرا لك دكتور على كل هذه النقاط التي تحدثت بها بخصوص التسجيلات الأولية للطلبة الجدد الحاملين لشهادة البكالوريا. الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافة. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلون معكم، ولكن الآن إلى استوديو الأخبار، أين تتواجد الزميلة سهيلة حوسنية وموجز العاشرة. صباح الخير سهيلة. صباحك سعيد زميلتي، صباح الخير مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد الفاصل. البداية بملف رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، حيث يعقد اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين الذين قبلت ملفاتهم لخوض غمار الانتخابات الرئاسية. وقبل ذلك أشرف شرفي صباحة اليوم على عملية نقل وتحويل ملفات الراغبين في الترشح إلى المحكمة الدستورية. هذا وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أنهت أمس عملية المعالجة التقنية لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة ب16 راغبا في الترشح الذين أودعوا ملفاتهم لدى السلطة. رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وخلال إشرافه على عملية نقل ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن معالجة الملفات تمت بشفافية مطلقة وبالشكل المنصوص عليه قانونا. هذا حصاد للمقياس الأول من تنظيم المسارات الانتخابية إن شاء الله، وهو إرسال ملفات اللي كانوا راغبين في الترشح وصبحوا الآن مترشحين، فهمتني؟ بعدها يعني ما فصلت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في كل الملفات، والآن دور المحكمة الدستورية. ولكن الحمد لله حتى المحكمة الدستورية يعني سهلنا عليها الأمر بالإجراءات الجديدة التي ابتكرتها يعني السلطة الوطنية المستقلة، إذ أن الآن المرافقين من السلطة الوطنية للموكب تاع الملفات يحملون معهم يعني ما يبين انتساب كل ورقة من كل ملف إلى كل مترشح، يعني حتى إذا كان المترشح يعني ادفع الملف نتاعو بهذه الاستمارات، حتى لو كان يحب يطعن في الانتساب الاستماره اليه مثلا، ما يمكنش، خطر نهار هزوم اعطينا مجال، كل واحد كل من ترشحين كان عنده المجال حسابي ويتضمن العدد نتاع، وفي نفس الوقت كل استماره تحمل ما يبين تبعتها الى كل مترشح، وبالتالي العمليه ان شاء الله صبحت بشفافيه يعني مطلقه ومتحكم فيها بصفة الحمد لله يعني نقول مهنية. وللمحكمة الدستورية الدور الفصل منذ استقبال ملفات الراغبين في الترشح إلى غاية الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات،
وهذه صور عن عملية استقبال المحكمة الدستورية لملفات الراغبين للترشح لخوض غمار الانتخابات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المواطن داخل الوطن وخارجه يعلق آمالا كبيرة على الاستحقاقات الرئاسية المقبلة لاستكمال البرامج التنموية ومواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية. الانتخابات هي دليل من حب المواطن لوطنه. طلبوا من جميع فئات المجتمع نساء ورجال يعني يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وهنا نكون قد أدينا واجبنا نحو هذا الوطن الذي أعطانا من كل خيرات. احنا ماذا بينا إن شاء الله يقدمونا البرامج تاعهم ويشرحوها مليح وتمر هذه الانتخابات في روح ديمقراطية. راح تكون بالنسبة للشعب الجزائري مناسبة جد هامة. ننتظر إن شاء الله من رئيس المستقبلي رئيس الجمهورية المستقبلي الجزائر أن يهتم بجميع الفئات وجميع مناطق الجزائر دون استثناء، خاصة المناطق النائية، خاصة مناطق الظل، أن يهتم في الشباب بالطلبة بالمرأة. الانتخابات هذه ما هيش فقط حدث سياسي، بينما هي فرصة للشباب للمساهمة في مستقبل بلادهم. احنا نتمنوا في هذه الانتخابات الجديدة ان شاء الله اللي عندها الخير في هذه الرئاسة وباغي يدير الخير للبلاد، نتمنوا له النجاح. J'invite toute la communauté algérienne à aller voter parce que on a un très beau pays. Ma sha Allah, il ne fait que augmenter dans le comment dirais-je on a un très beau pays et on aimerait qu'il devienne encore meilleur. Inch'Allah, les élections prochaines, le 7 septembre, on sera présent. Nous allons élire le prochain et le futur président de la République. Nous étions là le 12-12 et on sera là le 7 septembre, Inch'Allah, pour l'Algérie nouvelle. Tahiya al-Jazair. دوليا الآن وبالأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي يدخل يومه 93 بعد 200، حيث استشهد فجر اليوم 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بينهم أطفال ونساء في قصف صهيوني استهدف حي الشيخ رضوان. كما شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط مدخل مخيم البريج ومدينة غزة، بينما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون، فيما شن طيران الاحتلال غارتين على بلدة القرارة بخان يونس وحاصر منزلا به 10 أشخاص واستهدف عديد المناطق على غرار مدينة رفح. إلى الحدث الرياضي الأولمبي وعشية حفل الافتتاح، يواصل الرياضيون الجزائريون التوافد تباعا على القرية الأولمبية بباريس وسط أجواء يسودها التفاؤل بتشريف الألوان الوطنية. أبطالنا متفائلين جدا، وهذا التفاؤل نابع عن برنامج تحضيري كان طيلة 3 سنوات، أين الدولة الجزائرية وضعت كل الإمكانيات من أجل التوهج وكذلك تحقيق أحسن نتائج لتشريف الرأي الوطني. اليوم رانا هنا في القرية الأولمبية قبل أيام عن انطلاق المنافسات الرسمية، هو ما هو إلا حلم وتحقق تأهل. الله نالوا أحد المعادن في هذا الدورة إن شاء الله. دينا نتأدابتيو مع الأوقات وفي هنا في باريس، وان شاء الله رانا ننتظروا في البرنامج تاعنا باش ندخلوا غمار المنافسه. وصلنا قبل أيام وأجرينا بعض التدريبات داخل القاعة لنتعرف على مكان المنافسة، وأيضا نركز على الاسترجاع مع الفريق الطبي عموما. كل الظروف جيدة، لقينا كل الظروف الملائمة موجودة et normalement inchallah la compétition se déroulera bien et tout se passera bien inchallah pour nos athlètes. وتشجيعا لممثلي الجزائر في منافسات الألعاب الأولمبية، أدى سفير الجزائر بفرنسا زيارة مجاملة لبعثة الجزائر الموجودة بالقرية الأولمبية.
ضمن البرنامج المسطر لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر لقضاء العطلة الصيفية بالوطن الأم، حل أمس بمطار هواري بمدينة دولي أزيد من 140 طفلا قادمين من فرنسا، ألمانيا وسويسرا للتعرف على المقومات السياحية والطبيعية للجزائر والاستمتاع بأجواء صيفها. نجيو هنا نشوفوا بلاد، نتعلموا بزاف، نروحوا للميوزي، ينعتوا لنا. الحمد لله رب لحقنا مليح. راني في الجزائر باغي نشوف الجي كي دايره ولا كولتور. انا نبغي كي نقولوا نروح في البلاد نبغي الجيري وان تو تري في الجيري. تنظيم محكم مسبق هذا يدل على أساس أنه الجزائر لن تنسى أبنائها. جينا على فوج ثاني، هذه دفعة ثانية مكونة من 140 طفل وبنت جاءوا لقضاء عطلة صيفية هنا بالجزائر. تهدف هذه العملية إلى تعزيز الروابط الوطنية الثقافية بين أبناء جالية الوطنية للخارج ووطنهم الأم الجزائر. بهذا نختم الموجز. العودة إلى الزميلة رتيبة وما تبقى من فقرات برنامج هذا الصباح. إليك رتيبة. شكرا لك زميلتي سهيلة على كل هذه التفاصيل الإخبارية. أيضا مشاهدينا الكرام نعود وإياكم لاستكمال عدد اليوم وفقرات هذا الصباح. حديثنا الآن دائما في مجال التسجيلات الجامعية وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. سنتحدث عن المدرسة الوطنية العليا للسياحة. للحديث والتفصيل أكثر حول هذه المدرسة نسعد باستضافة السيد إسماعيل بخاري مدير الدراسات مكلف بالشؤون البيداغوجية للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. صباح الخير سيدي، مرحبا بك. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. مرحبا. إذن في البداية يعني لو تضعنا في صورة لمحة للمدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. المدرسة الوطنية العليا للسياحة هي مدرسة وطنية عريقة مختصة في تكوين الإطارات المسيرين في قطاع السياحة والفندقة. تعمل جاهدة لتلبية حاجيات القطاعات المختلفة عبر الوطن. وتعمل الوزارة تحت المدرسة تحت وصايتين، وصاية إدارية تابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، ووصاية بيداغوجية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. طيب، ما هي أهم التكوينات التي توفرها المدرسة الوطنية العليا للسياحة؟ من خلال برامج التكوين يعني في التسيير في المانجمنت السياحي والفندقي نكون الإطارات عبر طورين. عندنا طور ليسانس وعندنا طور الماستر. طور ليسانس يعني 3 سنوات تكوين. عندنا تخصصين، تخصص مانجمنت السياحة المستدامة للسياحة وتخصص تسيير الإيواء في مجال الفندقة. ونسعى إلى فتح تخصصات جديدة في السنوات المقبلة إن شاء الله. أما في طور الماستر فعندنا ماستر مانجمنت المؤسسات السياحية، وهذا يطمح كذلك إلى إعطاء إضافة لتقنيات وكفاءات التسيير في المجال السياحي والفندقي. طيب، يعني لما نتحدث على ما توفره المدرسة الوطنية العليا للسياحة من تكوينات، نتحدث على أهميتها في المجال السياحي والتكويني. نعم. نعم، نتحدث عن الدور الذي تلعبه في مجال تكوين يعني إطارات في القطاع السياحي. نعم، هو التكوين لأن الدولة الجزائرية يعني كاين هناك برامج طموحة في 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 السياسات في التخطيط في السياسات الاستثمارية إلى آخره، وهناك في قطاع السياحة يعني برامج طموحة في الاستثمار والمقاولاتية. وهذا كله يستوجب إعداد جيل يعني يكون في مستوى تسيير هذه المؤسسات. هناك يعني مشاريع كثيرة، يعني هناك مشاريع كثيرة قيد الإنجاز أنجزت ومبرمجة في المستقبل، وهذا كله يحتاج إلى يد عاملة. يد عاملة ليس فقط اليد العاملة تطبيقية، ولكن كذلك اليد العاملة المسيرة، يعني المسيرة التي تسير هذه المؤسسات. ونحن نسعى
في هذا الإطار. نعم، خاصة أنه القطاع السياحي هو من بين أهم القطاعات الاقتصادية المعول عليها. نعود دائما ونبقى في سياق الحديث على التكوينات التي توفرها المدرسة. نتحدث أيضا عن الأساتذة المؤطرين في المدرسة. نعم، هناك أساتذة يعني مختصين في السياحة والفندقة يعملون في المدرسة، وهناك أساتذة جامعيين كذلك في مقاييس أخرى يعملون في المدرسة، وهناك أساتذة مشاركين، والكل يعني يعمل في إطار أنه المدرسة لها خصوصية والتكوين في السياحة والفندقة. لهذا نسعى إلى تكييف البرامج في مجال السياحة والفندقة، ونسعى كذلك إلى استمرار تكوين الأساتذة في هذا المجال، ولا سيما في اللغات الأجنبية كاللغة الإنجليزية، اللغة الإسبانية إلى آخره. نعم، أيضا بخصوص هذه التكوينات نتحدث على كيف يتم الالتحاق بالمدرسة، خاصة وأنها لا تظهر في مدونة الشعب. نعم والتخصصات. نعم، يعني بالمناسبة يعني أحيي الطلبة، يعني أشكر أهنئهم على النجاح الباهر في شهادة البكالوريا، وأحيي كذلك الأساتذة وكل طواقم البيداغوجية والإطارات الذين ساهموا في هذا النجاح اللافت للانتباه. نعم، المدرسة لا تظهر في بروغرس، لهذا أنصح الطلبة الذين يرغبون في التسجيل في المدرسة في المسابقة أن يسجلوا في بروغرس، يعني لا يفوتوا فرصة التسجيل في بروغرس، يعني يضمنون مكان بيداغوجي في التخصصات المرغوب فيها. نعم. ثم تأتي المدرسة كاختيار ثاني عبر مسابقة وطنية. هذه المسابقة الوطنية يلتحق بها المترشحين الذين يحوزون على شهادة البكالوريا في تخصصات تسيير واقتصاد، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي. المعدل ليس كبير جدا في المدرسة، يعني يحدد سنويا من طرف بقرار من وزير السياحة والصناعة التقليدية. كل سنة يعني المعدل يتراوح بين 11 إلى 12 على 20. لا يهم المعدل، لأن المسابقة هي الأهم. يأتي المترشح يجتاز مسابقة كتابية ثم يجتاز مسابقة شفهية، ولا يجتاز المسابقة الشفهية إلا الذي تحصل على 10 من 20 في المسابقة الكتابية. طيب، يعني نتحدث عن طبيعة الامتحانات الكتابية بالخصوص، يعني ما هي الأسئلة، حول ماذا تكون هذه الامتحانات؟ في الامتحانات الكتابية يعني عندنا 3 مواد: مادة الرياضيات، مادة الثقافة العامة، ومادة اللغة الإنجليزية. بالنسبة لمادة الرياضيات ومادة الثقافة العامة، المترشح يختار اللغة التي يجتاز بها المسابقة. هناك اللغة العربية واللغة الفرنسية. بالنسبة للرياضيات، هو برنامج يعني تاع السنة الثالثة ثانوي. نعم. يعني ويكون مصغر بالنسبة للبكالوريا، يعني تقريبا ساعة من الوقت فقط. ثم في الثقافة العامة يعني نجعل المترشح يعني يدخل قليلا في مجال السياحة، التطور، الاقتصاد السياحي إلى آخره. يعني الأسئلة تكون عموما في هذا الاتجاه. نعم، نبقى دائما في سياق الحديث على المدرسة الوطنية العليا للسياحة والخدمات والتكوينات التي تقدمها، ولكن مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. نقف عند قضايا المرأة وهذا الموضوع الذي لا زالت إلى غاية الآن الأفكار والمطارحات الفكرية حوله تتدافع فيما بينها، خاصة في ظل هذه التطورات. قضية اسمها قضية المرأة، ولو كانت المرأة غير أو لا تمت للرجل بصلة ما طرحت القضية، ولو يعني مفارقة له في كل شيء ما طرحت القضية. صحيح. هذه المرأة التي هي
منبع الرجل التي هي ليس هناك رجال بدون نساء، النساء هن من يلدن الرجال، فلا يمكن إلا العاق العاق بكل معاني أن يعق الرحم الذي خرج منه. أبعاد الجمعة في الثانية بعد الزوال على القناة الثالثة الإخبارية. عدنا من جديد مشاهدينا الكرام، والعود أحمد لنستكمل وإياكم الحديث على التكوينات التي توفرها المدرسة الوطنية العليا للسياحة. كنا قد تحدثنا سيدي على شروط الالتحاق، تحدثنا عن الامتحان الذي يعنى بالدخول للمدرسة، نتحدث أيضا على مدة التكوينات. بالنسبة لمدة التكوين في طور الليسانس عندنا تكوين 3 سنوات، يعني 6 سداسيات. السداسي السادس يعني مخصص للتربو وسط التطبيقية، ولكن ابتداء من السنة الأولى نحث الطلبة ونحاول أن إدماجهم في المؤسسات الفندقية والسياحية لإجراء تربوسات تطبيقية، لأن التطبيق مهم جدا في القطاع للوصول إلى كفاءات عالية في الميدان. تربوسات تكون على مستوى مؤسسات فندقية سياحية؟ سياحية نعم، عبر كل الوطن، يعني كل المؤسسات بدون استثناء التي لها صلة من قريب أو من بعيد في قطاع السياحة والفندقة. حتى هناك بعض القطاعات في الجنوب الجزائري شبه فندقي، مثل مؤسسات يعني سوناتراك إلى آخره، تستقطب هذه الكفاءات تاع المدرسة الوطنية للعلوم السياحة لتسيير المحطات، يسموها المحطات لي باس دو في في هذه المناطق النائيه. بالنسبه للماستر هناك سنتين كذلك، 4 سداسيات. السداسي الرابع مخصص لتربوس تطبيقي، ولكن نحث الطلبه على اجراء تربوسات ابتداء من السنه الاولى. والافاق يعني واعده بالنسبه للطلبه الذين يجتهدون ويكلون في هذا المجال. الاكيد انه الطلبه المهتمين بالقطاع السياحي دائما ما يتساءلون عن ما بعد التخرج من المدرسة الوطنية العليا للسياحة. نعم، بعد التخرج هناك آفاق يعني واعدة، بكل صراحة هناك آفاق واعدة في مجال السياحة والفندقة، لأن مجال السياحة والفندقة ربما من بين القطاعات التي لديها عجز في التشغيل، يعني تحتاج إلى يد عاملة ذات كفاءة. يعني هناك نسبة عالية، يعني عن طريق الدراسات التي أوجدت هناك نسبة عالية تعمل في السياحة والفندقة وليس لها شهادات، وهذا يدل أن القطاع يعني بحاجة إلى كفاءات في هذا المجال. هناك من يختار الفنادق، هناك من يختار المؤسسات السياحية الأجنبية، هناك من يختار المقاولاتية لأن حتى يعني نعم الاستثمار. هناك عدة متخرجين من المدرسة يعملون يعني في وكالات سياحية، في مطاعم مرتبة يعني ذات نجوم، فنادق، يعني هناك تسهيلات من طرف الدولة الجزائرية. المتخرج لازم أن يعرف فقط كيف يستغل هذه الفرص، شهد. يعني تشغيل يعني إلا الذي لا يريد أن يشتغل يعني. طيب، يعني تحدثت عن نقطة مهمة هي قطاع المقاولاتية. اليوم يعني كيف يمكن توجيه الطلبة خريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة في مجال المقاولاتية؟ ما هي أهم المشاريع التي يمكن أن يحققوها من خلال هذا المسعى؟ والله بالحديث عن المقاولاتية يعني بالصدفة جاءتني مترشح طالب تلميذة حازت على شهادة البكالوريا بالأمس، جاءت مع والدها إلى المدرسة، استقبلتها في المكتب، قالت لي أستاذ أنا أريد أن أدخل إلى هذه المدرسة. قلت لها يا ابنتي ما هي شعبة البكالوريا؟ قالت لي علوم تجريبية، المعدل 16 من 20. قلت يا ابنتي لماذا لا تذهبين إلى الإعلام الآلي والتكنولوجيا لك معدل كبير؟ قالت لي لا، أنا أريد أن أدرس هنا لأني عندي في رأسي مشروع، أريد أن أحقق أن أبني مركب سياحي إيكولوجي في الصحراء. يعني تعجبت، يعني تلميذة في سن 17 سنة لديها يعني فكر لديها مقاولات فكرة من قبل يعني قبل دخولها إلى الجامعة، ولديها كذلك فكرة عن السياحة المستدامة، وهذا شيء يعني رائع يدل كذلك على المجهودات التي يبذلها الأساتذة في قطاع التربية. نعم، المقاولاتية يعني باب مفتوح، يعني عريض مفتوح للمتخرجين تاع المدرسة. أكيد. لأن المقاولاتية في قطاع الخدمات يعني مهمة جدا ومطلوبة جدا.
سواء في الطبخ الإطعام يعني كل ما تعلق بالنشاط الفندقي والنشاط السياحي. نذكر دائما أنه التسجيلات ستفتح ربما مع منتصف شهر أوت، يعني بالتقريب في شهر أوت، يعني ربما النصف الثاني من شهر أوت تبدأ التسجيلات. أدعو المترشحين الذين يرغبون في المشاركة في المسابقة أن يعني يتصفحوا صفحة المدرسة الوطنية العليا للسياحة على فيسبوك، ويجدون هناك كل المعلومات الأساسية والرابط الذي يوجههم إلى التسجيل. شكرا لك أستاذ على كل هذه التفاصيل بخصوص المدرسة الوطنية العليا للسياحة. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بقية فقراتنا لهذا الصباح. وادي سوف ولاية حدودية تشهد يوميا كباقي المناطق الحدودية عبر العالم تهديدات أمنية، بضائع مهربة، والاتجار بالممنوعات، حيث تمكنت فرقنا العملياتية من إحباط العديد من العمليات، عمليات التهريب، وتحقيق نتائج جد معتبرة. وتبقى الجمارك الجزائرية عيونا ساهرة من أجل الذود عن الوطن والحفاظ على الوطن واقتصاده. يكون في جاهزية ميدانية، ويكون في من ناحية المعارف الجمركية يكون عنده كم هائل من المعلومات اللي تلقاها العون في المدرسة هنا. مع إشراقة كل صباح تترقب مطلع يوم كامل من الأحداث. مع إشراقة كل صباح الجزائر هذا الصباح مطلع يوم كامل من الأحداث. نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام، والآن في جو التتويجات وجو الكؤوس والميداليات نستضيف معنا الشيف سليمة المتوجة بجائزة الكأس لمهرجان جالما لفنون الطبخ والحلويات. مرحبا بك. مرحبا، أهلا. نعم، تحية خاصة للمشاهدين ويعطيكم الصحة على الاستضافة. مرحبا. إذا شيف سليمة جئتنا بالتتويجات، وجئتنا أيضا ربما ببعض من الحلويات المتوجة. نعم، المتوجة. حدثينا عن هذا المهرجان ومشاركتك فيه، وبعدها نتحدث على تتويجك بالكأس. شاركت في مهرجان جالما كالاما الدولي، كان ثاني تجربة لي. شاركت ديجا في تيبازا ميراثنا تراثنا، وتحصلت الحمد لله، تحصلت على الكأس الذهبية بفضل المجهودات اللي بذلتها. كانت طاولتي من أحسن الطاولات. شاركت بأربع طاولات، ثلاثة في التقليدي بين البريستيج والتقليدي، وواحدة في الفاكهة رباعية الأبعاد تاع الخداع البصري. شاركت الحمد لله، نالت إعجاب الحكام، منهم الجزائريين منهم الأجانب، وتحصلت على المرتبة الأولى، المركز الأول، ديت كأس المهرجان. الحمد لله. هل كنت يعني تنتظرين أن تتوجي بالمرتبة الأولى؟ كنت حاسة، بس كان عندي قدرات الحمد لله نخدم حلويات مليحة بشهادة المقربين وشهادة الزبائن. والحمد لله كنت حاسة. كنت ما هي ربما الأشياء التي ساهمت في تتويجك، أو الأساسيات التي كانت موجودة على مائدتك أو طاولتك يعني جعلت منك المتوجة بالمرتبة الأولى وأخذت الكأس؟ الذوق، ذوق حلوياتي، حلوياتي تقليدية 100%. الحمد لله نالت إعجاب الحكام، الحمد لله بفضل المجهودات. أنا بذلت مجهود كبير، أنا كي نخدم الحلويات ما نركزش على الشكل برك، نركز على الشكل والذوق، ونحب نخدم حاجة مليحة، نحب نخدم حاجة اللي تنال إعجاب
المتذوق. طيب يعني مثل هكذا مهرجانات، مثل هكذا محافل ومسابقات أيضا خاصة إذا كانت دولية تساهم في التعريف بالثقافة الجزائرية، التعريف بالمطبخ الجزائري والمائدة الجزائرية أيضا. أكيد، ونحصل لي شرف أني كنت بطاقة تعريف الحلويات الجزائرية ونالت إعجاب الحكام اللي كانوا أجانب، خصوصا الأجانب نالت إعجابهم. من أي دولة كانوا؟ كانوا من سوريا، تركيا، بلجيكا ومن الجزائر طبعا. ما هي ربما أكثر الأطباق أو أكثر أنواع الحلويات التي نالت إعجابهم أكثر؟ كل الحلويات، كل الحلويات. كي جازت لجنة التحكيم أنا كي دخلت على الطاولة التوعي لقيتهم ذاقوا كامل الحلويات اللي حطيتها، كامل ذاقوها وكامل عجبتهم، نالت إعجابهم والحمد لله. جميل. ماذا عن عدد يعني المتسابقين أو المشاركين في هذا المهرجان؟ كانت مسابقة قوية، كانوا متسابقين بزاف، كانوا طويلات ما شاء الله أكثر من رائعة. الحمد لله الحلويات الجزائرية عميقة، كاين بزاف أنواع، كاين بزاف مشاركات كانوا حاضرين، كانوا داروا طويلات ما شاء الله عليهم، وكان لي الحظ بالك ولي الشرف أني نلت المرتبة الأولى. نعم، وكنت قد شاركت في مسابقات يعني سابقة من قبل؟ شاركت في مهرجان تراثنا ميراثنا الدولي بتي بازا وتحصلت على كأس التميز. يعني لما نتحدث عن مهرجان أو محفل أو مسابقة دولية أكيد ستكون هناك مشاركات لدول أخرى ومطابخ يعني لدول أخرى، هي يعني هل كانت هناك دول أخرى مشاركة في هذا المهرجان الذي توجت به بالكأس؟ كانت دولة تونس مشاركة، دولة سوريا مشاركة، دولة ليبيا مشاركة، دولة تركيا مشاركة، دولة بلجيكا مشاركة، كانوا كاينين بزاف دول شاركوا بأطباق أطباق جميلة، أطباق رائعة، وعرفوا ببلدانهم، كل شخص عرف بالبلد نتاعو. ربما ماذا يمثل لك كل هذا، تمثل لك كل هذه التتويجات وحتى المشاركات، يعني أنت تمثلين الطاولة والمطبخ الجزائري، ما الذي تمثله لك؟ في الحقيقة أن الحلويات هي موهبة من عند ربي سبحانه، أعطاها لي موهبة وأنا دارتها كهواية، هوايتي المفضلة الحلويات التقليدية والعصرية، وبفضل يعني كاش نقولوا بفضل الممارسة وليت ماهرة، وليت حلواجية ماهرة الحمد لله، والحلويات مثل لي نصف من حياتي، نصف من نعم. أشكرك على كل هذه النقاط التي تحدثت بها، أهنئك مرة أخرى على التتويج بكأس المهرجان، مهرجان جالما الدولي للفنون، لفنون الطبخ والحلويات. شكرا شكرا تحياتي. شكرا شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، فقراتنا ما تزال متواصلة، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مع إشراقة كل صباح تترامى إليك نسمات يوم مليء بالأحداث، أحداث قد تتعدى مستجدات السياسة إلى المجتمع إلى الثقافة الجزائرية. إذن مشاهدينا الكرام، بالفقرة الرياضية والحصاد الرياضي نختم هذا العدد من برنامجي هذا الصباح. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم.